اهلا وسهلا اصدقائي واحباء متابعين قناة الاخر، واهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الاخر حول نفي التناقضات الانجيل، والحلقة اللي رد فيها دكتور غالي على دكتور جورج وعلى موسوعتنا والعلامة الكبير شور فويس. وبنكمل النهاردة الجزء الثالث منها. في الأول بنرحب بدكتور جورج ونبيه الجلدة، بركات الجلدة للجميع كده تكون معانا، وبنرحب بالأستاذ جور فويس الموسوعة العلامة الكبير العهد القديم التوراة، يعني أي حاجة في القصة دي شور فويس موجود. اتفضل يا دكتور جورج كده، رحب متابعينك ومشاهدينك. سلام وجلدة الحنفية عليكم جميعا ياسر بيه والأسطورة شور فويس، وسلام وجلدة الحنفية أيضا على جميع المشاهدين والمستمعين. ولا يبدأ الكلام كمان على ملاب الحمد لله، فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالجلدة من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما بعد الحلقة بتاعت غالي للي مش متابع برضه، عشان نبدأ تاني من يعني نستكمل النهارده اللي حصل، إن غالي وأندرو في قناة الكارما عملوا حلقة عن صحة الأناجيل الأربعة وان مفيش تناقضات. بعدها قمت انا وياسر وفادي عملنا حلقه انتقدنا فيها الكلام اللي هم قالوه وعرضنا العورات يعني اللي كانت موجوده. بعدها بكم اسبوع طلع غالي عمل حلقه بيرد فيها علينا. الحلقه تقريبا مدتها ما يقرب من الثلاث ساعات، يعني حوالي ساعتين وحاجه و40 دقيقه. وبعدين عمنا الاسطوره فويس تطوع شاكرين ليه، يعني ان احنا ان هو يفند معانا هذه الحلقه بتاعت غالي، اللي هو حسس الناس فيها ان هو بيرد علينا ورد صاعق وبتاع والكلام اللي هم بيستعملوه ده. بس تلميح بسيط برضو من البدايه، غالي عامل حركه غريبه جدا، جايب صوتي وعامله زي ميكي ماوس كده بتاع، حاجه في منتهى السفاله. انا ما شفتش السفاله دي في حياتي فعلا. يعني احنا حتى لما عرضنا كلامه هو واندرو بتاع كنا يعني بنتكلم بمنتهى الاحترام. على الجانب الاخر منتهى السفاله، عامل قاطع الصوره وعامل الصوت زي ميكي ماوس وحاجه في منتهى القذاره. يعني ما علينا، عملنا حلقتين ودي الحلقه الثالثه النهارده، لان الفيديو بتاعه كبير جدا وكل نقطه فيه تتوزن، يعني كل نقطه فيها كميه من العورات، يعني ممكن نقعد نعمل عليها حلقات. فقررنا مع عمنا فويس ان احنا هنعمل سلسله حلقات عشان ناخد الحلقه بتاعته ما نقطعش منها حرف، عشان ما اقولكش انتوا قطعتوا الكلمه دي ولا شلتوا دي من سياقها. لا، الساعتين و40 دقيقة بتوعك كلهم هيترد عليهم من اولهم لاخرهم، وتقريبا وصلنا لنص الحلقة بتاعته، احنا واقفين على تقريبا ساعة و20 دقيقة او حاجة زي كده. فدعونا نستكمل النهارده. طيب بنرحب تاني بالموسوعة والعلامة شور فويس، وناخد كلمة كده تفكرنا بإيه اللي حصل، وكلمة ترحيبية كده. أستاذ شور اتفضل معاك المايك. طيب تحياتي ليكم جميعا، دكتورنا الرائع دائما العظيم دكتور جورج، وياسر الجميل المذيع الرائع، ولا أنسى طبعا أننا يعني أحيي وأرحب بكل الناس الجميلة اللي هتقعد تستمع إلينا النهاردة. أما بعد، يعني زي ما قال الدكتور جورج، يعني هي كان عمل حلقة على أساس بيرد فيها على اللي قاله الدكتور جورج. فاحنا يعني اخذنا قبل كده اجزاء من الحاجات اللي هو قالها وفندناها، وابتدينا ندي الادله اللي هي بتدعم الاقاويل بتاعتنا، وعشان وقتنا يعني نبدا على طول، لانه قال حاجات كتير جدا. الغريبه انه بدا الحلقه بتاعته بالقول انه مستعجب جدا، بتطرحوا ليه كميه ضخمه جدا من الشبهات. هو كان متضايق انه طارح كميه ضخمه جدا. اللي اتفرج على الحلقة بتاعته مش أقل من كام 50-60 موضوع اتكلم فيه. فيعني قبل ما تشوف الـ يعني القزة اللي في عين الآخرين، ما تشوف الخشبة اللي موجودة في عينك يعني. طيب تالي نبدأ عشان خاطر الوقت، لأن فعلا الحلقة طويلة أو مش عارف هل هنقدر نغطيها النهاردة الجزء اللي فاضل ده، ولا مواضيع كتير جدا طرح. طيب انا يعني حابين هنبدا
استاذ، بس في ناس كتير كده كانت بتسالنا عن مولانا مفتي الديار الالحاديه شيخنا ومولانا فادي، وكان بتسال هل هو بخير بتاع. احنا بنطمن الناس كلها ان مولانا مفتي الديار الالحاديه فادي محمد بخير وكويس وصحته كويسه، بس هو لظروف يعني كده، فهو يعني شويه وهيرجع لظروف خاصه بيه. يعني نبدا كده على بركه الجلده. على تكست في الشات في اليوتيوب، يعني سامحوني حطيت دلوقتي يهدى فيه شويه. اوكي؟ فمعلم بولس الرسول في اقتباساته ما قالش المقتبس من صحفي ما تدعي انه اعظم من ذلك، مقتبس من الكتاب، يعني الاناجيل جزء من الكتاب. اوكي؟ يكمل المشاكل بيقول لكم ايه؟ ده النصب بعينه، فين يؤكد الباحثين ان يوحنا على علم بالثلاث اناجيل؟ ادينا دليل ان يؤكد الباحثين ان يوحنا كان يعرف على علم بالثلاث اناجيل الدليل. الحقيقه ما يفصلش في النقطه دي ولا يجادل فيها في اللي حقيقي شخص بيجادل المبادلة او ما يعرفش تماما ده بيتكلم فيه، واهم حاجه يصرحه بس. فما فيش مفسر لانجيل يوحنا عبر العصور من اباء ومفسرين غربيين وشرقيين باحثين وعلماء نقليين ونقديين الا ما كلهم قالوا هذا الكلام. على سبيل المثال اللي عايز الباحثين اتفضل، جون بي، ادم كلارك، البرت بارد، جون ويزلي كالفن، جون داربي، دكتور لايت فود، ماكارثر، ماثيو هنري، غيرهم كتير جدا. ده كل شرقي وغربي تقليدي ونقدي اتفق على هذه المعلومه. بل اهم من كل هؤلاء قديس كليمنطوس الاسكندري من اباء القرن الثاني حوالي 1990 ميلاديه، وده جيل ثالث التلاميذ من تلاميذ تلاميذ التلاميذ، يقول ان يوحنا اخر الكل يعني اخر اربع الاناجيل اذ ادرك الحقائق الخارجيه التي كشفتها ايه الاناجيل. شايفين بيقول ايه؟ حث تلاميذه كما اوحى اليه الروح يكتب انجيلا روحيا، يعني بيتكلم انه عارف الثلاث اناجيل الثانيه. وكأن تلاميذه وشركائه في الخدمة بآسيا سألوه أن يسجل لهم تفسيرا لاهوتيا لما سبق فكتبه الإنجليون الآخرون. هذا اللي بيقول ويكمل، وهذا يناسب ستينات القرن الأول تاريخيا، وهذا وإن كان كل إنجيل يسجل صفة الروح القدس يحمل فكرة اللاهوتين وهكذا. فالحقيقة ما فهمت طيب دكتور جورج اتفضل يا لا اتفضل يا فوز بينا. ما انا الكلام ده فعلا يعني ملوش رد غير ان الراجل ده بيشتغلنا، فيعني انا مش هرد على الاشتغالات. انا حتى حطيت لك الاخرى بين قوسين، يعني هو ضايفها من عنده الاناجيل وبين قوسين الاخرى. يعني اي الراجل مغيب جدا، فعلا الراجل مغيب جدا. هو هنا بيحاول يقول ايه؟ ان انجيل يوحنا يوحنا المفروض انه اطلع على انجيل متى وانجيل مرقس وانجيل لوقا. طيب مين اللي قال كده؟ قال لك ده اجماع كامل. اجماع كامل لمين؟ اللي المفسرين المسيحيين. طب ما هو طبعا وغير المفسرين المسيحيين، هو في اي مسيحي يقدر يقول غير كده؟ فهو مستعجب ازاي ان يعني ان احنا بنطرح حاجه زي كده. المسكين مش عارف انه لا ده في نقاط كتير جدا، يعني هو بيقول لك لا يفاصل في دي ولا يجادل في دي. انت ما انتش دريان بالدنيا، نقاط كتير جدا اكدوا على انه انجيل يوحنا فعلا لم يطلع على الاناجيل الثانيه. فانت جايب سلسله من اسماء مفسرين مسيحيين، طبيعي المفسر المسيحي هيقول لك الكلام ده. طيب يوحنا اطلع على الاناجيل، الدليل بتاعه ايه؟ شويه خدام للانجيل قالوا كده. طيب انا عندي دليل تاني. ايه هو دليلي؟ من داخل الانجيل نفسه. الانجيل نفسه بيؤكد ان هو لم يطلع على الاناجيل الثانيه. يعني الأمثلة كتير قوي لكن بسرعة شديدة جدا. يعني مثلا نجد في إنجيل يوحنا إن هو انفرد بقصة في الإصحاح الأول، يعني سألوا المعمدان بوضوح أنت مين؟ أنت المسيح؟ قال لهم لا. طب أنت النبي؟ لا. طب أنت إيليا؟ أنت إيليا؟ لا، لأن في نبوة على إن المفروض إيليا هيجي. طب أنت إيليا متأكد؟ لا. طب انت ليك دعوه بالنبوه بتاعت ملاخي اللي هو لا 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 خالص، انا صوت صارخ في البريه، انا حاجه تانية خالص قالها اشعياء. الكلام ده بيضرب تماما، واضح جدا ان كاتب هذا الكلام ما قراش اللي كاتبه انجيل متى. انجيل متى، متى 11 14 اتكلم المسيح بوضوح شديد جدا وقال ايه عن المعمدان؟ قال ان هو ده ايليا المزمع ان ياتي. ومتى 17 12 برضو إلي قد جاء ولم يعرفوه، المسيح بيؤكد ان ده إلي. فكاتب انجيل يوحنا لو كان اطلع على المعلومه دي كان مستحيل يقول هذا الكلام. يوحنا نفى تماما اي صله ليه بإلي،
طب انت جاي بروح ايليا، انت جاي انت تبع اي حاجه في ايليا؟ لا، زي ما انا مش المسيح نهائي ولا امت له بصله، ولا انا النبي ولا امت له بصله، وانا النبوه بتاعتي في اشعياء ملهاش دعوه خالص بملاخي. فبصراحه انا لو هكتب انجيل يوحنا واطلعت على المعلومه دي في انجيل متى مستحيل اكتبها. مثال تاني بسرعه، يعني متى صلب المسيح؟ يوحنا في وادي والاناجيل الثانيه في وادي تاني. ساعه صلب المسيح كانت الساعه كام؟ حد يعرف؟ في مرقس 15:25 نعرف انها الساعه الثالثه صلبوه. طب يوحنا 19 من 14 كده وخدها ل 16 تلاقي ان لغايه الساعه 6 المسيح ما اتصلبش. ففي يوحنا في وادي اطلع ازاي على الاناجيل الثانيه؟ يعني بسرعه عشان وقتنا، مثال كمان في انجيل يوحنا يقول ان بعد ما قام المسيح من الاموات اول واحد شافه مين؟ مريم المجدليه. فقال لها ما تلمسنيش، دي جت تيجي اوعي اوعي ما تلمسنيش. ليه؟ ما يهمناش نعرف دلوقتي، المهم قال لها ما تلمسنيش. طب كاتب انجيل متى يقول ان هو المجدليه بذات نفسها ومريم الثانيه سجدوا له ومسكوا فيه. فانت بتتكلم في ايه؟ انت بتثبت لنا ان انجيل يوحنا اطلع على الاناجيل الثانيه عشان خاطر المفسر متى هنري قال، والمفسر سوسو قال، والمفسر ما مفسرين مسيحيين لازم يقولوا اللي انت بتقوله، لكن اطلعت على اقوال النقاد. ما طلع حتى كليمندس السكندري ده ابو اسبي ما هو تبعهم برضو، ما هو تبع العصابه. انت دلوقتي واقف قدام المحكمه جايب ابوك وخالتك وعمك وصاحبتك وبتاع وكلهم جايين يشهدوا معاك، كل دول يعتبروا شهاده واحده لان كلهم تبعك. فين بقى الناس التانية؟ كليمندوس وتلاميذه وما اعرفش مين، ما كل دول تبع نفس الطيار، هو نفس الطيار، فكل شهادتهم تعتبر شهاده واحده. فين بقى كلام النقاد زي عمنا ابو اسما بيقول؟ في حاجه اضحكتني جدا دلوقتي انا قريتها في اللايف شات، في معانا احد المسيحيين بيقول ايه؟ لان يوحنا بيرد على ابو اس بيقول له لان يوحنا كان بيوضح قضايا لاهوتيه واضحه وده هدفه الاول. يا عم هو اللي بيوضح قضايا واضحه بيغلط في التاريخ ليه؟ بيغلط في الاحداث ليه؟ مال القضايا؟ طب خلاص لما هو بيوضح قضايا لاهوتيه بيناقض التانيين، تناقض التانيين. هو بيوضح قضايا لاهوتيه بيحكي القصه ليه؟ ما هو عمال يحكي لك القصه والساعه الثالثه والساعه السادسه ومش عارف مين راح شافه في القبر والقصه كلها مختلفه، ومين اللي كان موجود عند الصليب والمسيح اتحكم عند مين وراح فين؟ طب ما انت بتحكي قصه اهو، ما هياش قضايا لاهوتيه واضحه. وبيحكي قصه مختلفه عن الباقيين. هل ده معناه ان هو اطلع عليهم؟ لا. بعدين في حته مهمه جدا برضو غالي بيتريق عليها والبقية البهايم برضو بيتريقوا عليها، انا قلتها وانا اعتقد انها حاجه منطقيه جدا. انا يا عم لما اكون اطلعت على كلام حد انا ما اقولش الكلام ده ليه؟ ليه انا مستني بعد 100 سنه لما يجي لك كليمندوس السكندري يقول لك على فكره يوحنا كان مطلع؟ طب يوحنا ما قالش في الانجيل بتاعه ان هو مطلع على بقيه الاناجيل ليه؟ ما قالش في الانجيل بتاعه ان في اناجيل تانية مكتوبه ليه؟ دي حاجه غريبه او ده طلب غريب. يعني لما حد يجي النهارده يقول جورج وبول كانوا عايشين في نفس العصر وكان متفقين على حاجات، طب فين الدليل؟ قال جورج طلع في الفيديو قال انا اعرف فويس، فويس طلع في الفيديو قال جورج كان قايل المقطع ده، اهو معناه ان في تفاعل. لكن لما نطلع اربع اناجيل ما حدش منهم بيجيب سيره الثاني خالص، هل ده معناه ان هم طلعوا على بعض؟ هل ده معناه ان هم كانوا عارفين بعض؟ ما حدش منهم خالص قال ان في اناجيل ثانيه مكتوبه؟ ما حدش منهم قال ان هو قرا الاناجيل الثانيه؟ وخصوصا ان انت عملت تاكد لنا بمنتهى القوه ان هو كان عارف الثلاث اناجيل التانيين. طب ما ذكرهاش في سطر في حرف في كلمه في موقف؟ ما فيش خالص يا عم. انجيل يوحنا كله ما فيهوش اسم يوحنا خالص، مع ان سفر الرؤيا كل خمس اعداد يقول لك انا يوحنا. حتى لما كان بيتكلم على الوحش والنبي الكذاب ومش عارف يقول لك انا يوحنا سمعت صوت من السماء، انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيق، انا يوحنا. طب انجيل يوحنا اخباره ايه في الموضوع ده؟ لا ما فيش، لا هو بيقول انا يوحنا ولا في اناجيل ثانيه ولا العكو على يا دكتور. يا دكتور ممكن تعمل بس ميوت للمايك وارجع تاني لان السوق كان فيه خشوله، فممكن لو تعيد بس اخر جزئيه تاني. طب كده لسه برضو ولا انا ممكن اقفل ورد؟ مظبوط كده اخر جزء اللي انا قلته بتاع ان غالي بيتريق لما انا بقول ايه الدليل ان هم كانوا عارفين بعض؟ ما حدش منهم ليه قال؟ لان هو قال لك بولس كان بيقتبس من انجيل متى. فانا قلت له يا عم ليه ما قالش مثلا انا الحته دي انا جايبها من انجيل صديقي متى مثلا؟ قعد يتريق. التريق ليه يا عم؟ هو ده حاجه غريبه ان انا اطلب الكلام ده؟ دي حاجه غريبه. يعني انت بتقول لي ياسر وفويس كانوا عارفين بعض، طب ايه الدليل؟ ياسر جاب سيره فويس وفويس جاب سيره ياسر.
لكن في مقولة عامة، هو الدليل بقى ايه؟ ان كان في مقولة عامة راح هو خدها حطها في الرسالة بتاعت المقولة دي اتذكرت في انجيل متى، فده معناه ان هو جايبها من انجيل متى. لا، وممكن تكون اتذكرت في 50 حتة تاني، انتش عرفك مقولات عامة. فين ليه ما فيش اعتراف واضح منهم ان انا اعرف فلان هو كان عيب مثلا، كان هيدخل السجن، يوحنا طلع ثلاث اناجيل، ليه ما فيش كلمة في انجيل يوحنا بيقول فيها ان هو طلع الثلاث اناجيل؟ ما فيش كلمة في انجيل يوحنا بتقول ان فيها اناجيل تانية اصلا. ما فيش كلمة في انجيل يوحنا بتقول ان يوحنا هو اللي كتب الانجيل ده، مع ان سفر الرؤيا اللي هو ينسب ليوحنا برضو مليان باسمه، مليان. اقرا سفر الرؤيا كل شويه يقول لك انا يوحنا، انا يوحنا اخوكم، انا يوحنا مش عارف ايه، انا يوحنا كنت واقف فين، انا يوحنا سمعت ايه. طب بالنسبه للانجيل اللي هو كاتبه ايه، ما كانش هو يوحنا ساعتها؟ اتفضلوا. طب نكمل يا دكتور جورج. ان حد يجاهد الصراخ في الاساسيات اللي محدش يعني بيفصل فيها، حتى النقاد ما بيفصلوش فيها، ما بيتكلموش فيها. اللي بيجادل في الامور دي لا، فعلا بيبقى واضح انه بيفقد مصداقيته تماما. نكمل يقول وندخل على انتقادهم. لا دي مصيبه كبيره. انا عندي اسماء خمس ست نقاط، ده اللي انا فاكرهم دلوقتي، اقدر ادهم له اجادله في الموضوع ده، واكده انه انجيل يوحنا اصلا ما نعرفش مين اللي كاتبه اصلا، واتاكده انه لم يطلع على الاناجيل الثاني. وزي ما بنقول ايه، تاكيداتهم جت منين؟ من التناقض الواضح بين انجيل يوحنا والاناجيل الثاني. طيب معلش، دي حته انا اتزنقت فيها بس قولها. نكمل. من القرن الثالث قالوا انها بدري، قالوا عليه بيدي تاريخ بدري. في الدقيقه 56 بيقول الكلام. الحقيقه رغم ان ده اعتراف منه ان هناك علماء قالوا ان هناك 60، يعني هو بيقول ان في بعض قالوا تاريخ بدري، بس هو بيقول ايه؟ ان انا قلت مكتشفها قال الكلام ده غلط تماما، واضح ان هو مش بيركز في الكلام اللي بيتقال. انا قلت الباحث الالماني اللي درسها من اوكسفورد وده دراسه حديثه، ده انا كنت بقرا الكلام ده نصا مما نشر في وسائل الاعلام، زي ما قلت في صحيفه الاهرام القوميه المصريه تاريخ 24/3/1996 اكتشف مؤرخ الماني متخصص في التاريخ المصريه بجامعه اوكسفورد ورقه الدرج المصريه تعود الى القرن الاول الميلادي. الكلام ده قاله امتى؟ قاله في 1996، تعتبر اكثر وثيقه مسيحيه في العالم، واوضح المؤرخ كارستن بيبر تيين ان البابيه كان العثور عليها عام 1901، يعني شغل كشف طلب بحثها فقط. في احد دراسه نفسها لكنها لم تحصل الانتباه لاهميتها، وصلت في الكليه المجانيه باوكسفورد الى ان بدا العالم الالماني قبل عامين يعني 1994 التعرف عليها ودراستها، واكتشف تأييد ان البابيه تعود الى عام 60 ميلاديه، مما يجعل اكثر وثيقه مسيحيه للجيل متى يتم اكتشافها حتى الان، وتدل على اجزاء حيات الجيل متى بالنسبه. يعني اللي اكتشفها سنه 1901. اللي درسها بدأ يدرسها من 1994 1996 الكلام ده، شخصين مختلفين. ده انتوا مش عارفين تفرقوا بين اللي اكتشفها وبين اللي بحثها. تاني حاجه، مرجعيتهم ايه المشككين دول؟ الويكيبيديا. الويكيبيديا عرضت رأي بعض الباحثين النقديين، لكن التاريخ اللي انا قدمته ذكر باحثين كثيرين متخصصين، وانها فعلا في ستينيات القرن الاول الميلادي، هناك كثيرين. فمش كارستن بس، ده ايضا الكلام في نفسه. ثواني يا ياسر، ارجع للكلام اللي هو كاتبه، ارجع للكلام. اتفضل يا الراجل. طالع يتريق على الدكتور جورج لانه جاب له من ويكيبيديا، فقرر انه يدمر جورج تماما. ازاي؟ جاب له من جريده الاهرام. واخد بالك؟ انا لو مطرح الدكتور جورج اعتزل بصراحه. جايب لي له دكتور جورج من ويكيبيديا؟ اخس اخس اخس، وصلت للمستوى ده خليني اطعنك بخنجر بقى. ايه صحيفه الاهرام القوميه المصريه؟ خد بالك، اصل صحيفه الاهرام دي القوميه المصريه كاتبه، فانا جايب لك المرجع اللي زلزلك بقى. طيب الراجل جايب لنا مراجعه جريده الاهرام. جريده الاهرام بتقول ايه؟ اكتشف مؤرخ الماني متخصص في البتاع ان البرديه دي بتعود للقرن الاول الميلادي. طيب هو بيتكلم عن البرديه 64. البربية 64 من الروابط المسيحية المعتمدة القاطعة العلمية القائم عليها كبار العلماء المسيحيين، وبيشترك فيها كمان غير مسيحيين. بربية 64 من القرن الثالث. مش عارف هو في إمكانية ان نفتح روابط، يعني لو الناس عايزة تتأكد. مش عارف ابعته لك ازاي، او عشان بس نوري الناس. طب اتكلم شويه لغايه ما تشوف الحكايه ايه. انه بيقول لك مفيش عالم نصي محترم قال ان عندنا اصلا مخطوطه من القرن الاول اسمها برديه 64. مفيش واحد محترم قال هذا الكلام.
بيقول لك ان المخطوطه اكتشفت امتى؟ اكتشفت سنه 1901، يعني قبل ما نتولد كلنا، من سنه 1901 لغايه الى ان بدا العالم الالماني قبل عامين، يعني كان سنه 96، يعني سنه 94، من سنه 1900 لغايه سنه 94 كل الناس كانوا بهايم، ما حدش فاهم اي حاجه في اي شيء، واللي قالوا انها من القرن الثالث دول ما بيفهموش، لغايه ما ده طلع وقال لنا لا يا جماعه على فكره انا شايف انها من القرن الاول. طب ايه دليلك؟ ما قدمش ادله، ابتدى يتكلم في حاجات معينه. طيب احنا اما بنيجي ناخد حاجه معينه ما بناخدش راي فردي الشخص، احنا بناخد اقوال الكل، ايه مجمع العلماء بيقول ايه. لغايه النهارده ثابت علميا ان المخطوطه من القرن الثالث، فانت تطلع تقول لا ده واحد درسها سنه 96 وقال لا في اختلاف ما بينها، اصلا طريقه كتابه الخط ونوعيه البتاع، فازاي انت من كلنا مجمعين على انها من القرن الثالث تطلع انت تقول لا دي من القرن الاول؟ فمش عارف يا استاذ شور. دلوقتي هو بيقول لك في الجريده القوميه خلاص انتهى، يعني هو دام ظهرت في الجريده القوميه خلاص، انت هتشكك في ايه بقى يعني؟ طيب ينفع ينفع نفتح رابط ولو نشوف مع بعض المخطوطه؟ طيب هي يعني ما اعرفش اعمل، ابعت لك طب الرابط وتفتحه انت، ابعته لدكتور جورج وهو هيفتحه. ابعته ابو زبي وانا افتحه من عندي. ابعته لك فين؟ في ال ايوه. طب ممكن في ثانيه واحده في الشات. ظهر في الشات؟ ظهر يا هنعمل بس لو سمحت هيعمل شير سكرين وهنظهره حالا دلوقتي. ده حضراتكم اكبر واضخم واقوى موقع مسيحي، اوعى تفتكروا انه الحادي مثلا او اسلامي او بتاع، مسيحي لكبار العلماء المسيحيين، مفندين فيها كل برديات العهد الجديد وشرحين باكثر التفاصيل البرديات واحده واحده. احنا هنا بنبحث في برديه 64 وجايب صورتها وجايب يعني مسطره كده بالسنتي تقدر تكبر وتقدر تقرا المخطوطه من خلالها، ومحدد بالظبط فيها ايه وجرى ايه وحكايتها ايه، مش ويكيبيديا بقى المره دي، لا الموقع الرسمي المسيحي لكبار العلماء في المخطوطات المسيحيين. الشير سكرين بيفتح اهو، تبقى معانا حلو. طيب حلو قوي صوره المخطوطه برضه دي تحت الفيديو. تقدر تكبرها وتقدر تقراها، وجايب بالظبط الاجزاء هي متاخده من انجيل ايه او من ايه، هي عباره عن اربع اجزاء من انجيل متى، اربع ايات حته وحته وحته تفاصيلها. الموقع ده روعه بصراحه، اللي عايز يتعمق في المخطوطات ويعرف التفاصيل من الكبار العلماء يقدر يرجع لده ويشوف ما طلعتش يعني. لحظه بس، هو دكتور جورج هيبقى معانا حالا. طيب هي هنا بيوريني ان هي موجوده في اوكسفورد وفي جامعه مريم المجدليه، بتتكلم عن ايه، هي الانجيل بحسب اهم حاجه اديت من امتى، من القرن الثالث، من القرن الثالث اهي. ايوه برده 64 منين يا جماعه؟ ثاني سطر اديت امتى التصنيف بتاعها ان هي برديه ايه، من القرن الثالث. مش الويكيبيديا، وطبعا مش هنقدر نجيبها من جريده الاهرام، هو طبعا جريده الاهرام هتبقى اكثر موثوقيه، لكن معلش مش هنعرف نعمل كده. ده جريده الاهرام دي اسمها The Center for the Study of the New Testament Manuscripts. مش كل برديات العهد الجديد تقدر تخش، واي برديه تعجبك زي ما انت شايف جايب لك صورها، وتحت كمان تقدر تكبر البرديه وتقرا كمان، لو انت بتفهم في اليوناني القديم تقدر تقرا الاجزاء ايه
وتحليل كامل حصل ايه وموجوده فين وطلعت ازاي و... طيب الناس دي ما بيفهموش يا جماعه كاتبين انها من القرن الثالث، من القرن الثالث. طيب لما يطلع واحد بقى اليومين دول يقول لك لا يا جماعه الحقيقه، طبعا الكلام ده كان معمول من بعد سنه 96 اللي هو بيتكلم، فما يطلع واحد قال لك لا انا الحقيقه ان انا حاسس ان انا حاسس انها من القرن الاول، مسافه ضخمه من القرن الاول للقرن الثالث، مسافه ضخمه جدا. ايه الدليل اللي اكد لك انها من القرن الاول رغم كل العلماء اكدوا انها من القرن الثالث؟ هي كده، هو كده احساسه استاذنا احساسه قال لك انا حاسس انها من القرن الاول، يبقى من القرن الاول احساسه. يعني هتكذب الراجل يا استاذنا؟ يعني كل العلماء وكل العلماء دول طلعوا غلط او ما بيفهموش او فاتت عليهم حاجات معينه فما عرفناش طب الراجل قال ايه. طيب نكمل بقى. ماشي. فحسن تاني حاجه مرجعيتهم ايه المشككين دول؟ الويكيبيديا. الويكيبيديا عرضت راي بعض الباحثين النقديين، لكن التاريخ اللي انا قدمته ذكر باحثين كثيرين متخصصين وانها فعلا في ستينيات القرن الاول الميلادي، وده تصور مراجع كثير وعلماء كثيرين، فمش كارستن بس، ده ايضا انكونا اللي اشترك مع كارستن في دراستها قال هذا الكلام في نفس البحث، وايضا انكونا مع فييت قال نفس الكلام وادي مرجع ثاني، وايضا بي ام هاج وغيرهم كثيرين قالوا الكلام ده، ادي مرجع ثالث وادي مرجع رابع، كل دول يقولوا الكلام ده. فليه يعرض رأي واحد في الويكيبيديا وما يحسوش في أقوال بقية العلماء؟ فده اللي ما بحسش في المراجع ولا يعرف شيء عن المصدر. ثانية واحدة. دي طريقة غالي. المرجع هو بيقول كذا وطبعا بحسب مفهومه واحنا نستسلم لده، لكن لو دخلت للمراجع دي هتقول لك في ناس بتفكر في الموضوع بطريقه، في مثلا احتمال، طب ايه رايك احتمال ده بدل ده، فناس بتفكر ناس بتقول احتمال، فياخد ده يقول لك انتوا بتقولوا ايه، المراجع اهي خلاص جزم الموضوع بان هو كده. واخدين بالكم الفرق في الغش والتدليس في الموضوع ده؟ لكن انا ما اقدرش اكذب كبار العلماء زي ما فتحنا الموقع وشفنا بالقرن الثالث ماذا عن دول، ترد على دول تقول لهم ايه؟ اول مرجع يفكر ساعات المرجع بيبقى قاموس الحاج سميث. ايوه فاكر. يعني ده المرجع، انت روح بقى اقرا القاموس وان شاء الله هتلاقي الكلمه دي. ان شاء الله الناس اللي بتتابع هذا الراجل لما يحط لك مرجع معلش اتعب شويه وافتح فعلا المرجع، يا مش هتلاقي الكلام اللي موجود، يا هتلاقي كلام عكسه، يا هتلاقي ان هو فكره لا تقربوا الصلاه كده، ياخد حته ويسيب اللي بعديها فتاخد معنى مختلف. صدقوني ارجع لكده وشوف بنفسك وهتكتشف بنفسك ده هو بيعتمد على الدور وراه. طيب ماشي نكمل الموضوع، انت لسه فاضل ساعه و40 دقيقه. وبغض النظر عن اللي فعله في البرديه الاولى، يقول اكثر مخطوطه من اخر القرن الثاني، ويعرض برديه 77 ويسميها مخطوطه اكسفورد، فلاحظت ما بين برديه 64 و77 وما فيش حاجه اسمها مخطوطه اكسفورد. وثانيا مجازا لو فهم لما قلت العالم ده من جامعه اكسفورد وموجوده في كليه بري المجدليه جامعه اكسفورد ويكون فهمها خطا، الكليه المجدليه جامعه اوكسفورد، فيقول فافتكر ان اسمها اوكسفورد. فبيعرض 77 ويتكلم على برديه 66 ويخلط بينهم. بصوا الفيديو عشان تتاكدوا من اللي انا بقوله لحضراتكم، تعرفوا اللي بيهاجموا هم مش شايفين حتى في المخطوطات. ف 64 برديه 64 هي اللي قلنا عنها العلماء بيقولوا من ستينات القرن الاول الميلادي، اما 77 انا قلت ان هي منتصف القرن الثاني الميلادي. اسمعوا بنفسكم اللخبطه اللي بيعملوها لان حتى مش عارفين يقولوا الشبهات. مش عارف يعد يعد على صوابعه
من 30 ل 39 بال 10 اعداد. عيب كده تجمع مصاري دي الغلطه يعني. انا غلطت غلطه بشعه جدا، ازاي هم 10 اعداد وانا قلت 9؟ انا بقول لك يا دكتور جورج انت هتعتزل بعد الحلقه دي، لازم تعتزل لازم. يعني يا دكتور جورج معلش، يعني 10 اعداد مش 9، يعني انا اتحرك بعد كده هبقى اتحرك دقه. انا اسف فعلا على هذا الخطا البشع. طيب اللي ضمن على فكره، على فكره انا اتفرجت على الفيديو ده كويس، هو برضو عمل 4-5 غلطات بنفس الطريقه، فلو احنا يعني نمسكها له هي جايه نمسكها له. كانت حتى واقعه 1800 مش عارف وكام، اراها 1800 مش عارف وكام، وقدام عينه اراها برديه 66، وبعدين قال لك لا برديه 64 عادي، يعني دي اخطاء بتحصل وهو الواحد بيتكلم. ما مسكتهالوش يعني، لا لا بقى برده 64 مش 66، وافهم انت بتتكلم عن ايه. خلاص احنا فاهمين ان انت بتتكلم على برده 64، عشان هو قال برده 77 فغلط وقال 66 من 64. الدنيا ما خربتش، احنا عارفين انت بتتكلم عن ايه. فعيب، عيب الاسلوب ده، عيب جدا، عيب ده، اسلوب يوضح ان انت انسان مفلس فعلا. مش لا حاجه تقولها من 30 ل 39 واعتبره 10 اعداد قدهم على صوابعك. ماشي بقى، برافو عليك. طب وانت برديه 66 مش 64، ايه عيب اللي انت بتقوله ده؟ وخليك عارف انت بتقوله ايه وبتاع، اللي زي ما انت بتقول عيب ده كلام اطفال. احنا ممكن نمسك لك الاخطاء اللي زي كده، دي اخطاء زلات لسان بتحصل اثناء الكلام. اتفضل يا بوزي. طب نكمل يا دكتور جورج، احنا لسه فاضل لي يعني. لا دي مش مخطوطة اكسفورد، مخطوطة اللي موجودة في اكسفورد او الدراسة العالية في اكسفورد هي 64 من 77 اللي انت بتتكلم عليه. ثالثا انا قلت من القرن الثاني، واللي قدامك الويكيبيديا اللي بتعرضها بتقول من القرن الثاني للثالث، وده كلامي. انت مش عارف بتتكلموا عن ايه. ما هي قالت تحديدا من منتصف القرن الثاني لمنتصف القرن الثالث، وده اللي انا قلته. paleographically being assigned to date anywhere from the middle of the second century، ده كان كلامي عن بابليه 77. بس هم بيخلقوا حكم، بس جابوا كلامي اللي انا قلته على 64 وحولوه على 77 عشان يقول غلطان، رغم على نفس الكلام اللي انا قلته. وطبعا هم بقى اللي غلط كل الحاجات دي كلها. نفس الاسلوب الغلط اللي مش عارفين يفرقوا ما بين المخطوطات والبرديات والكلام ده كله، يتكلم على برديه 103 ويقول برده كده في التاريخ. انا ما قلتش اصلا تاريخ برديه 103، بعده الفيديو بتاع الحلقه مع استاذ اندرو استنى بعض برديه 103، انا ما قلتش تاريخ على الاطلاق. فازاي يكون انا قلت تاريخ غلط وانا ما قلتش اصلا تاريخ؟ ويظهر نفسه اكتر واكتر ان هو مش عارف حاجه في المخطوطات، بس بيهاجم ويصرخ وبس. فيظل كلامي عن برديه 103 انه كلامي لما بتكلم على مخطوطه واشنطن. عرفت اللخبطه جدا من فين؟ اسمعوا الفيديو لما بيعرض برديه 103 وبيعترض على الكلام، بس هو مش واخد باله انا كنت بقول الكلام ده على مخطوطة واشنطن. انت مش عارف يفرق ما بين البرتيات والمخطوطات اللي بارشمنت الجديده. اسمعوا الفيديو الثاني. طيب مخطوطة العداء، يعني مخطوطة اصفر دماغي واحد، مخطوطة العداء، مخطوطة الفيروس 103، نفس الكلام. او المخطوطة هنا ايه؟ نفس الكلام، دي سكن لفرد سنجي، برضه من القرن الثاني او القرن الثاني، زي اول مخطوطة اتكلمنا عليها في نهاية القرن الثاني، اللي هو تقريبا يعني نهاية القرن الثاني، دي رقم. مفيش حاجة قديمة قوي زي ما هو بيحكي كده المخطوطة، ولا وانا اصول ده ايه وانا اصول مش عارف ايه وكده والكلام ده، ومش عارف ايه، ولا مرة احنا هنا القرن الثاني، انت بتوضح كلنا عليه طيب. ثانية واحدة. اتفضل. مخطوطة واشنطن لا خلاف نهائي بين كل العلماء على انها من نهاية القرن الرابع. طيب لكن كالعادة في ناس مغيبين، فيطلع واحد كده لا قيمة له على الاطلاق يقول لهم معلومة اكثر من ساذجة. ايه هي اللي هو كاتبها دي؟ اللي هي يا جماعة انه المخطوطه دي اكتشفت في حطام مجمع
أثبت علم الآثار أنه تحطم في نهاية القرن الثاني. يعني المخطوطة اكتشفت في مكان اتهدت عليه حاجات معينة في القرن الثاني، يعني لازم ولا بد وضروري وحتمي أن المخطوطة تكون من القرن الثاني. مش معقولة حصل هدد ويعني حاجة اتهدمت وفوق المخطوطة من الهدد من القرن الثاني وتبقى ازاي من القرن الخامس؟ هوبا امسك بالموضوع ده. يبقى ايه؟ طبعا هو كالعادة بيجري وراء اي كلام في اي شيء ويهمل كل اقوال العلماء اللي اكدت بطريقة علمية انه المخطوطة واشنطن من نهاية القرن الرابع. طيب انا بعد، هو شخص الوحيد اللي بيتكلم في الموضوع. انا بحثت في الحكاية دي على فكرة، اكتشفت ايه؟ اكتشفت حاجة وده يورينا اسلوبه. اكتشفت يا اخوانا انه الراجل الامريكاني، هو ليه سماها مخطوطة واشنطن؟ لان راجل امريكاني اشتراها من مصر وراح اداها لهم في امريكا فحفظوها هناك في واشنطن، عشان كده سميت بمخطوطة واشنطن. طيب الراجل الامريكاني اللي اشتراها منين؟ اشتراها من تاجر اثار. طبعا راجل تاجر اثار يعني بيلاقي الحاجات دي ويهربوها طبعا خارج نطاق الدولة المصرية وغش بقى وتزوير وبتاع. فالمعلومة جت منين يا اخوانا؟ المعلومة اللي قالها تاجر الاثار. تخيلوا يعني شوفوا المخ والمستوى. تاجر الاثار الامريكاني بيقول له انت لقيتها فين؟ فقال له انا لقيتها تحت دي. ده مصدر المعلومة الوحيد. فالراجل الامريكاني خد المخطوطة وراح لهم بيها في امريكا، قالوا له هي دي اتلقت فين في المكان ده. فبيقول لك يبقى اذا طب المثل المكان ده اللي قال عليه تاجر الاثار اتهد في القرن الثاني، اذا المخطوطة من القرن الثاني. شفتوا المستوى المعلومة جابها مني. اصلا احنا ما بنلاقي مخطوطات ما بنبقاش معرفين دي لقاها فين بالظبط، لانه ده تهريب وبعيد عن الدولة وبيعمل زي كده زي تجارة المخدرات. حد يقدر يهرب اثار دلوقتي ولا تلاقي تمثال ليفرتيتي طلعه قدام الناس اهو وانا لقيته في دي فتخيلوا المستوى بتاع الراجل. عشان كده العلماء المحترمين شافوا هذا الكلام تخريف، لكن اللي بيجري وراء الاوهام اللي بيدور على اي حاجه في اي شيء بيبقى عايز يثبت ايمانه باي طريقه. اهو يا جماعه اذا دي من القرن الثاني. ليه؟ لان عالم الاثار تاجر الاثار قال للي باع المخطوطه اللي هم الاثنين يعني ترى الله في برسيمه ما لهمش دعوه باي حاجه، الامريكاني راجل مليونير خدها وراح بيها امريكا قال له انا لقيتها في الحته دي. طيب اما الجزء الثاني من الكيس بالاختام والالم والبتاع، مش ممكن ابدا دي تفوت على العلماء. احنا بنتكلم عن نهايه القرن الرابع وانت طالع تتكلم عن القرن الثاني، ما فاتتش عليهم، اكدوا واثبتوا. لا كل ده يؤكد انها من القرن الرابع. وبعدين الحاسم في الموضوع كربون 14، كربون 14 هو اللي بيحدد لي عمر المخطوطه في انهي قرن. فانت باني اوهامك على اساس واحد ناكره ملوش اي قيمه، يعني مأهبل يعني زي بعضهم، وانت ماشي وراه قال لا يا جماعه طالما دي اتهدت في الحته دي يبقى اتدفنت في القرن الثاني. ادي مستوى العلم بتاعه. كم واحد يعرف هذه المعلومات؟ ها؟ ادي مخطوطه واشنطن. اكرر مره ثانيه، مفيش عالم واحد محترم، يعني لو في وقت نفتح بس ما فيش وقت لان احنا ده يا خبر 38 دقيقه. اوريكم ازاي اثباتات قاطعه من المواقع الرسميه. لا دي من القرن الرابع حضرتك، مستحيل تكون حتى من الثالث، القرن الثالث مستحيل. دكتور فويس لو احنا قعدنا نكمل كده هنحتاج، علشان نخلص الفيديو ده هنحتاج سنتين ونص. ليك تعليق يا دكتور ولا نكمل؟ طيب يكملوا يقولوا فين الصور اللي من القرن الاول دول رسمهم ازاي في القرن الثاني؟ طبعا عند الحقيقه التشكيل في كل حاجه بدون ما يفهموا بيذكروا المستقبل تماما، فاي انسان عارف ان الصور والايقونات بيقولها الفنانين من نصف العقد، فصور المبشرين الاربعه اللي علقوها من القرن الثاني الميلادي هي منقوله من ايقونات اترسمت ليهم في القرن الاول الميلادي. لكن الناس دي حتى ما تفتكرش هي بتهاجم ايه. يكملوا يقول لك اتكتبت بعد 100 سنه بعد اليورو. يا اجل ثاني، بيقول لك الايقونات اللي مرسومه عليها دي جت منين؟ جت من القرن الاول. انت عرفت منين يا كابتن؟ هو لا انت لا دايما تنسى يا دكتور جورج، الراجل كان متابع الحكايه من الاول.
هو كان قاعد معاهم مع المسيح وقاعد مع التلاميذ وشافهم هم بينقلوها، واللي عنده طبعا اكيد تصويرات فوتوغرافيه وهو بيصوروها. هو بيحاول يتوهم حاجات من افكاره المريضه ويثبتها على انها حقائق. اه طبعا دي جت منين؟ جت من كده. وطلعت دي منين؟ من كده. ايه الدليل على اللي انت بتقوله؟ اصل منطقي يا جماعه. ده مستوى الادله بتاعته. ويطلع اتباعه بعد كده يقول لك ما تفسرش من دماغك، هات لنا المراجع والادله وبتاع. طب هو قدم لك دليل دلوقتي الايقونات دي، الصور دي جابها منين؟ هو اقترح عليك ان اللي جابها نقلها من ايقونات تانية، من ايقونات تانية كانت موجوده في القرن الاول. اه فين بقى المرجع؟ فين الايقونات بتاع القرن الاول دي؟ عرفت منين ان الناس دي اترسمت اصلا؟ عرفت منين ان الشخصيات دي اصلا كانت شخصيات حقيقيه مش وهميه؟ ايوه ليه ما يكونش الرسام قرر ان هو يعمل رسم جديد؟ زي ما النهارده في القرن ال21 في رسامين ممكن يعملوا صور جديده خالص من وحي الله. يا بويس بيه المسيح ده شكله ايه؟ بص على ايقونات المسيح اللي موجوده النهارده، شكله ايه المسيح؟ كلها تخيلات فنانين، ولا ابيض ولا عينيه زرقاء ولا شعر اصفر ولا شعر اسود ولا كان شكله ايه؟ اذا كان ده راس الهرم محدش عارف شكله ايه، وكل واحد بيرسمه زي ما هو عايز. بولس كان شكله ايه؟ بطرس كان شكله ايه؟ مين يعرف؟ اي واحد من الجماعه اللي بيدافعوا النهارده تعالى كده قول لي بطرس كان شكله ايه؟ شفته انت فين قبل كده؟ ايقونه ايه اللي انت بتتكلم عليها اللي اترسمت في القرن الاول؟ فين شفتها؟ فين الايقونه بتاع القرن الاول دي؟ شفت مين في الجماعه دول مرسوم؟ اذا كان المسيح نفسه انت بتعرف شكله ايه؟ محدش حد النهارده يعرف شكله ايه. والبتاع بتاع الكفن المقدس والهرتلة دي طلعت كلها هرتلة، كلها هرتلة لحد النهاردة. ادخل كنائس مختلفة في دول العالم مختلفة هتلاقي المسيح شكله مختلف في كل كنيسة، لان كل واحد بيرسمه بالشكل اللي على مزاجه. الفنان الغربي رسمه بعينين خضراء وشعر اصفر، الجماعة بتوع افريقيا بيرسموه اسود، الجماعة بتوع الاورينتال الصين والحتة دي بيرسموه شكله برضو بالعينين المسحوبة وبتاعه شكلهم. انتوا ما تعرفوش المسيح كان شكله ايه؟ جبت منين الايقونات بتاع القرن الاول بتاعت التلاميذ مش المسيح؟ هو ده الكلام اللي هو بيقدمه لكم بالمراجع؟ ده سلم لي على المراجع يعني. هو بس عشان الناس اللي بتتابع مخطوطة واشنطن كده في المقدمة بتاعتها عندنا اربع صور، صورة للقديس متى وصورة للقديس مرقس لوقا يوحنا. فهو بيقول لك ان الصور دي من القرن الاول. دليلك ايه؟ دليل المفروض يبقى كده، ده الدليل القوي. فهي دي فكرة ان في صور. ده واحدة من اقوى الادلة على ان لانها من القرن الرابع وما بعده، لان ما القرن الاول والثاني تعرف تجيب لنا مخطوطة واحدة كان فيها صور للقديسين دول مرسومة عليها من برة؟ ما فيش. ده دي واحدة تؤكد حديث قوي قوي قوي، يستحيل يكون من القرن الثاني ولا الثالث، حتى حديث قوي قوي ابتدى يرسموا هذه الصور عليه. طيب لا ده احنا هنكمل 10 ساعات كده. طب كويس نكمل. بلد واضح انه مش فاهم اي شيء، لان انا كل ساعه بتكلم على المخطوطات وبتكلم على الايقونات وبتكلم على اليونان، انا بتكلم على ترجمه سوريانيه فحقيقي اي بي سي مخطوطات الكتاب بيهاجمهم ويصرخوا ويزعقوا ومش عارفين انا بتكلم على ايه. فهذه المخطوطات، هذه الترجمه اللي تم 65 توضح انه المخطوطات بتاعت الاناجيل موجوده من اقدم ذلك بكثير لدرجه انها تترجم 165 من كثره انتشار ده ذكروه العلماء قدام حضراتكم اهو، وادي المرجع قدام حضراتكم على الشاشه. فالحقيقه كلما يكثر الاعتراض والصراخ كلما بيظهر عدم معرفته اكثر من اللي بيتكلم عليه، وبيتضح اكثر عدم معرفته وعدم مستقيم. فهو لا عارف ما فارق ما بين المرجية ولا البارشمنت المخطوطات الكبديه، ولا لاحظ ما بين اسمائهم وارقامهم وتواريخهم والواحد، ولا عارف الفرق ما بين المخطوطات اليوناني والترجمات القديمه والترجمه القديمه لما الاقيها بعد قرن من زمن كتابه الانجيل تشهد على ايه؟ لانها تشهد انه فعلا الاناجيل موجوده والجماعه دي انتشرت عشان كده تترجم. يكمل ويقول فين كتابات الاباء من القرن الاول اللي انت قلتها اللي قالوا متى ومرقس ولوقا يوحنا؟ الغريب بقى عرضوا كلامي في الفيديو بتاعهم ساعه ودقيقه 17 من الفيديو بتاع مشبكين، ولكن مش فاهمين انا بتكلم على ايه، فعشان كده قعدوا يقولوا الكلام ده ويصرخوا ويزعقوا. فالعرضوا ملخص لشواهد القدساء الاباء من النصف الثاني من القرن الاول ولغايه القرن الثاني، لكن هم ما فهموش الكلام ده لانه ما عندهمش حتى معرفه في اي بي سي في البطرولوجيا او علم الابائيات. يكملوا يقولوا هرجع للنقطه دي تاني. الانجيل المغضوب عليه انجيل بطرس، الويكيبيديا بارت ايرمان يقول من النصف الاول من القرن الثاني، يعني تقريبا من نفس الوقت اللي كتبت فيه الاناجيل البكر. سيريسلي؟ انجيل بطرس
الاروغليفي اللي قال حتى المشكك بارت ايرمان عنه انه ثلاثة في النص القرن الثاني الميلادي يعني 100 سنة من الاناجيل بتقول عليه من نفس زمن الاناجيل. الاول من شوية قال 100 سنة يا مؤمن ومستقرها، ودلوقتي يعتبر فرق 100 سنة ما بين انجيل بطرس وكتابة الاناجيل يعتبرها هي نفس الزمن. 100 سنة من شوية تبقى 100 سنة يا مؤمن، ودلوقتي عشان يخلي انجيل بطرس معاهم يعتبر 100 سنة دي ولا حاجة في الفرق. شايفين الجلد بكيانين؟ ايه رأيكم في اللي بيحصل؟ فالثلاث اناجيل اتكتبوا في منتصف القرن الاول، او على الاقل الثلاث اناجيل. انجيل بطرس اتكتب في منتصف القرن الثاني، يعني بعدهم بالقرن، اللي هي اللي انت قلت عنها 100 سنه يا مؤمن، فما تنفعش تقول عليها نفس الزمن. انا ما اقدرش اصف الكلام ده الا بعد الامان. فمن نفس الويكيبيديا اللي بيستشهدوا بيها، ولكن ما قدموش الكلام بتاعها بامانه. في نفس الصفحه بتقول نصا انه بعد الاناجيل القانونيه، اهو شايفين السطر في الصفحه اللي عرضها او بالتكبير، The gospel is widely thought to date from after the composition of the four canonical gospels. فليه المشككين المهاجمين للكتاب دايما بيتحلوا بعد الامانه؟ ليه كده؟ يكملوا يقولوا الانجيل ده كان بيتقري في مصر، واكتشف في مقبره راهب في مصر، ورفضوا مجمع قرطاج الكاثوليكي. طبعا مجمع قرطاج ايه الكاثوليكي اللي اتكلم عليه الحديث ده؟ اولا هذا الكتاب من مجموعه نجع حماد الاغنوسيه وغير المسيحيه المعروفه، واتكلمت عن هذا الامر في ملف انجيل بطرس، اسف انجيل بطرس الابوكريفي وليه هو غير قانوني، واللي عايز يقدر يرجع لهذا الملف ويقدر يقراه بالتفصيل بالادب. وده اختصار لكن التفصيل في هذا الملف. هذا الكتاب الابوكريفي محدش كان يعرف عنه حاجه غير ما ذكروا اباء الكنيسه ابتداء من نهايه القرن الثاني والى نهايه القرن الرابع والبدايه الخامس في ردهم عليه. لغايه ما عثرت عليه بعثه الاثار الفرنسيه في مقبره قديمه يفترض انها لراهب النحل. في نفس منطقه المكتبه الرئيسيه، وده مش راهب مسيحي، ده راهب رئيسي. ليه؟ لان عندهم تحليل الزواج. في نفس المنطقه اللي اكتشفت فيها المكتبه الرئيسيه في نجع حماد، فهذه المنطقه كان يقيم فيها هؤلاء المسلمين. اللي كانت تدعى قديما بنابليس. الكلام ده تم في سنه 1886 واتوضع في متحف القاهره و12 سنه 1892 في ذكرى البعثه الاثريه الفرنسيه، وترجع المخطوطه اللي وجدت لهذا الكتاب ما بين القرن الثامن الى الحادي عشر وجاب البرلين. تعبيرات واضحه جدا ان الكتاب رنوسي، فكر دوسوتي واضح جدا، فيصور المسيح لحظه القيامه بصوره دوسوتيه بنفس الاساليب الدوسوتيه الخياليه. فيقول راؤون ثانيه ثلاثه رجال خارجين من القبر، اثنين منهم يسندان واحدا وتبعهم صليب، يعني الصليب ماشي وراهم، ووصلت رؤوس الاثنين السماء، يعني يفضلوا يطول 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 لغايه ما يصلوا وسط السماء. ولكن راس ذلك كان المقال منهم باليد تجتاز السماء، لكن هو قاعد يقرا لغايه ما طول عدى طول السماء. دي تعبيرات الصور الخياليه دايما اللي بتسرق الفكر الدسوسي الرئيسي. من اوائل من اشار اليه ويوضح ان هو من سبزورا لبطرس، وهو ليس كتابات بطرس بل كتابات روسيه، كان القديس رابيا المسقف من باقيه، والكلام ده ما بين 1290 الى 203. مما يوضح ان الكتاب ده كتب قبلها فتره قليله، فهو كتب ما بعد بدعه ماكيو، والكلام ده مذكور في كلام سرابيون وما قبل رساله سرابيون. طيب نقف هنا، نقف هنا عشان خاطر تحت امرك يا دكتور. هو بيقعد يلك ويعد كتير. طيب انجيل بطرس الغنوسي. طيب انا مش عارف، انا يعني مش عارف ليه العلماء مصممين على ان هو اتكتب في النص الثاني او في النص الاول من القرن الثاني. انا لغايه دلوقتي عمال ببحث في هذا الموضوع، ايه ادلتكم على ده؟ يعني انا اللي اعرفه كويس ان الغنوسيه كانت موجوده في القرن الاول الميلادي، وبشهاده انجيل لوقا اسكان كثيرين قد اخذوا بتاليف قصه في كثيرين بيالفوا قصه، وحنا بترد على الغنوسيين. انجيل لوقا بيتكلم بوضوح على ان فيها اناجيل ثانيه، وفي الغالب بيشير الى الغنوسيين، ورسائل يوحنا وانجيل يوحنا بيهاجم الفكر الغنوسي. اقرا عن واحد اسمه ديوتريفوس كان قاعد في الكنيسه وبيتريق على يوحنا الحبيب، اقرا عنه في الرسائل بتاعته. انا بقول باختصار وبسرعه شديده، فالفكر الغنوسي والغنوسيين كانوا منتشرين جدا في القرن الاول الميلادي. طيب فطبيعي جدا انهم يكون معاهم اناجيل، الأناجيل الغنوسية طبيعي أنها تكون موجودة، أو على الأقل تبقى زي الأناجيل الثانية المسيحية، إن مثلا كان بيقال الكلام شفاهة لغاية ما ابتدى يتكتب. طيب فهذا الكلام كان ابتدى يقال شفاهة في القرن الأول وبعد كده ابتدى يتكتب، لكن بيتكتب بأسلوب إن بطرس اللي قال هذا الكلام وكتب هذا الكلام. فده أول حاجة عايز أفهمها، أنت جايب منين أنه اتكتب في القرن الثاني؟ إيه الأدلة على كده؟ وبعدين أنا لما كتاب مكتوب، يعني مكتوب عليه اسم صاحبه بطرس، وبطرس بيحكي أنا بطرس وبقول لكم حصل إيه وجرى إيه، فإزاي الكلام ده ما كانش معروف مثلا من القرن الأول؟ فحاجات كتيرة قوي بتؤكد. المهم أن أنا يهمني في الموضوع حاجة واحدة، المسيحية ابتدت فرق
زي ما النهارده في طوائف بروتستانت ارثوذكس كاثوليك شهود يهوه ابتدت المسيحيه كده في الغنوسيه والمسيحيين بتوعنا. الغنوسيين دول فكر تاني خالص، الجسد ده وحش ويسوع ما اتصلبش على الصليب بالمعنى اللي انتوا فاهمينه. وفي انجيل يوحنا، مش انجيل يوحنا اللي انت تعرفه، لا انجيل يوحنا تاني اللي هما بيسموه ابو كريفي، بيحكي فيه انه يوحنا كان قاعد مع يسوع في مغاره. الكلام ده امتى؟ ده ساعه ما كان يسوع مصلوب على الصليب. تخيل الناس دي امنوا بكميات ضخمه جدا، وكتبهم اتكتبت باليونانيه وتم ترجمتها لكذا نسخه من ضمنها القبطيه المصريه، وكانوا موجودين وانتشروا ووصلوا مصر. وراهب منهم من بطش أثناسيوس الفظيع خبى هذه الكتب، ده لجل بختنا من السماء. يعني الكتب دي زي ما احنا يعني كنا نسمع الأقوال المسيحية بتهاجمها، ده كل اللي نعرفه عنها. يطلع القديس فلان ويقول لك ده الإنجيل الوحش اللي بيقول ما نعرفش، لغاية ما بختنا الحلو قوي قوي في ناجي حمادي خلانا نلاقي هذا الإنجيل ونطلع عليه. إنجيل كان واسع الانتشار بدليل انه هو وصل لغاية مصر. انجيل اتكتب باليوناني وتم ترجمته لتراجم كثير، انجيل تبعه الكثيرين. فانت جايز تطلع تقول لا 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 كل ده ارميه في الزبالة. فرقة هي اللي انتصرت، وطبعا التاريخ بيكتبه المنتصرون، المسيحيين هم اللي انتصروا على الفكر الغنوسي. وبالتالي يعني اذا اصبح ان هي دي الحقيقه، والمخالف ليا بدعه ومخطئ و و و طب انا كمان عايز اشير لانجيل توما. انا انجيل توما ده اكثر اهميه. في انجيلين لتوما، في توما بتاع الطفوله ما بتكلمش على ده، في انجيل تاني لتوما. تخيل الانجيل التاني بتاع توما ده وفيه الفكر الغنوسي ومرفوض تماما من الكنيسه. تخيل ان فيه من 55 ل60% من انجيل توما صوره طبق الاصل من اللي مكتوب في انجيل متى ومرقس ولوقا. تخيل لدرجه ان بعض الناس قالوا ده الانجيل الخامس، انجيل توما ده الانجيل الخامس. اكتر من 55 ل60% نفس الاقوال بالظبط اللي موجوده في متى ومرقس ولوقا. طيب يعني حد يعرف الكلام ده كله؟ ازيك يا استاذ فؤاد، اهلا بيك. سلموا لنا على الشات يا جماعه عشان انا مش متابع ال... سلامك بيوصل يا استاذنا. ليك تعليق يا دكتور جورج ولا نكمل؟ نكمل. ويقول نصا هذا الكلام، لأننا أيها الإخوة نقبل كل من بطرس وسائل الرسل كالمسيح، يعني من خلالهم يدل على قول المسيح، ولكننا نرفض بشدة الكتابات المنسوبة إليه مزورة. يعني أول ما الغنوسيين كتبوا كتاب وسموه باسم بطرس على طول الآباء راحوا عارفين إن ده زور. علم إلينا، الكنيسة ما سلمتناش الكلام ده ليه؟ لأنه يعني دول تلاميذ التلاميذ. لما زرتكم كنت أعتقد أنكم متمسكون باليمان الصحيح، وسكت لما أقرأ بعض الإنجيل الذي أدرسوه تحت اسم بطرس، قلت إن كان هذا هو المصدر الوحيد للتنازع بينكم، فليقرأ يعني يقرأ وشوف موجود فيه إيه. أما الآن قد علمت مما فيه اللي بس حتة صغيرة خالص، حتة صغيرة خالص. الكنيسة ما سلمتناش الإيمان ده ليه؟ لأنه الفكر الغنوسي تمت إبادته تماما. لو كان في جماعة غنوسيين موجودين حضرتك، وأثناسيوس ما كانش يعني قضى تماما على الكتب بتاعتهم واختفوا بطريقة غامضة جدا، كان زمانك لغاية النهاردة عندك ناس اسمهم الغنوسيين وطائفة كبرى والأناجيل بتاعتها موجودة وفكر مساوي للفكر المسيحي تماما. كم واحد فاهم هذا الكلام؟ بقول لك أناجيلهم اترجمت وتوزعت وكانوا أعداد لكن اختفوا فجأة كلهم. حصل ايه؟ في شيء غامض حصل. طبعا ممكن يكون قتلوهم، انا ما لا ادعي هذا، لكن ممكن يكون راحوا فين. ناس عندها اناجيل وصلت لغايه مصر والترجمه من اليوناني للقبطيه، واكيد في تراجم تانية والانتشار، كل دول فجاه اختفوا، فجاه اكتشفوا انهم غلط وتابوا مره واحده كلهم. طيب لذلك توقعوا مني أيها الإخوة، ولكنكم سوف نقول مما كتب لكم أيها الإخوة أنه قد عرفنا طبيعة بدعة ماركيانس اللي هو ماركيان، ونناقض نفسه بنفسه مثل أن يفهم ما قالوا، لأننا إذ حصلنا على هذا الإنجيل من أشخاص آخرين، يعني اللي كتبوا الإنجيل ده بيوزعوه بالنسبة للمسيحيين، درسوه دراسة وفيرة أي من خلفاء أوائل من استعملوه الذي نسميهم بوكاك اللي هو بسوتي.
لان معظم ارائهم من العقيده الدوسيتيه، فاستطاعنا قراءته يعني من الاول ده سنه 92 بيقول لكم كتاب دوسيتي كتاب دوسيتيين مش مسيحيين حط عليه اسم بيرجس، فاستطاعنا قراءته وجدنا فيه اشياء كثيره تتفق مع تعليم المخلص يعني حاجات حاجات المسيحيه غير انه نضيف في تلك التعليم اضافات اشرنا اليكم عنها فيما بعد يعني هنتكلم عنها فيما بعد. طيب معلش 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 طب تحت امرك معلش استحملوني عشان انا رجعي. احنا عرفنا ان انجيل بطرس ده وحش او ما 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 وعرفنا ان انجيل يوحنا حلو، طيب ايه المقياس اللي عرفك ان ده حلو وده وحش؟ عرفنا ان انجيل متى ده جميل وممتاز وحلو، لكن انجيل توما لا وحش، ايه المقاييس اللي بنعرف فيها الانجيل ده مظبوط ولا لا؟ ما عندهمش الا مقياس واحد، ايه هو؟ الناس اللي بعد ما ماتوا التلاميذ والرسل دول طلعوا قالوا هو ده وما ناخدش ده وناخد ده، هو ده المقياس. يعني زي ما بيقول لك ان ده استلمناهم من دول، دول اللي قالوا ان ده حلو وده وحش، ده المقياس. مع ان متى مرقس لوقا يوحنا مش كاتبين اساميهم، مش قايلين احنا اللي بنكتب ده، لكن التانيين انجيل مش عارف المجدليه وانجيل بطرس وانجيل توما وكاتبين اساميهم، لا مزوره، اللي مكتوب عليه اسمه مزور واللي مش مكتوب عليه حاجه خالص ده الصحيح. ليه؟ لانه قالوا لنا كده وهو استلمناهم، استلمته من الرسل؟ متاكد الرسل اللي هو اغلبهم مات في حاجه و60 ميلاديا ويجي يوحنا لوحده منفردا يكتب الانجيل بتاعه بعد ما كل الرسل ماتوا؟ خد بالك من النقطه دي، انجيل يوحنا مكتوب بعد ما كل مات، انجيل يوحنا مكتوب سنه 90 مثلا 100، طيب ده بعد ما ماتوا في الستينات، الستينات والسبعينات الكل مات، فيوحنا منفردا حط لنا الانجيل بتاعه، وبعدين راجل شيخ كبير كبر في السن، فاحنا يعني الراجل وسفر الرؤيا واضح قوي ان الراجل كبر قوي في السن يعني. طب هل التلاميذ والرسل شهدوا على سفر الرؤيا؟ يشهدوا ايه؟ ده اتكتب بعد ما ماتوا ب 20 30 سنه. وانجيل يوحنا؟ طيب كفايه كده يا عم شور، ان انت تكون مستريح له، مستريح للانجيل خلاص يبقى كويس، مش مستريح له يبقى خلاص مش تبعك. المفروض ان الكنيسه معروف مصدره الدسوتي، الاباء عارفين من البدايه من ساعه ما اتكتب في مصدر غير مسيحي ويردوا عليه. ده بوضوح. ايضا يكمل المشكك من اسلوب الصراخ وكثره الشبهات والكلام ده، وانجيل توما اكتشف نجاح مالي وتاريخه بدو في القرن الثاني. طبعا انجيل توما اتكلمت عنه بالتفصيل في ملف انجيل توما الابوكريفي الجزء الاول لما قدمنا عن الفكر الرموزي، والجزء الثاني بقى كنا من الاسفار الجغرافيه ليس قرنيه والمبادئ، الجزء الثالث انجيل توما الاقوال، الجزء الرابع معلش معلش سامحني الحاجات اللي هو بيطلع يقول لك انا بالتفصيل ذكرتها، بالتفصيل ذكرتها، تخش تلاقي ملف في منتهى التفاهه، ثلاث ارباع اللي كاتبه ملوش دعوه اصلا بالموضوع، مجرد دش يوهمك انه جايب من هنا وجايب من هنا وطالع وبالتفاصيل بالتفاصيل. لا، والمضحك انه داخل الملف ده اللي هو بيقول لك بيفصل، هو نفسه كاتب جواه ده باختصار، هو عايز يوهمك انه عنده ملايين من الافكار، بس يعني بيطلع يقول لك ده بالاختصار. الملف نفسه اللي هو بيقول لك كامل تخش جوه تلاقيه بيقول لك ده باختصار، بس هقول لكم باختصار. طب وتقول لنا باختصار ليه؟ سمير غانم بيفكرني بسمير غانم في الفيلم، مش فاكر، انا مش فاكر الفيلم اللي كان فيه سعاد حسني، اللي هو هذا الكلام انا قراته في مجله لبنانيه اسمها على دلعوني، على دلعوني. سمير غانم، انا الكلام ده هتلاقيه عندي في ملف كامل باسم انجيل توما الابوكريفي الجزء الثالث صفحه 115 عدد 1 2 2 3 على ايدك اليمين وانت داخل، كل الحاجات اللي عنده كده، وانت بقى ضيع عمرك في قراءه هذه التفاهات اللي هو كاتبها. انا مره إنجيل. المره الوحيده اللي دخلت فيها الموقع بتاعه كان بيرد فيها على الكلام اللي انا قلته على يعقوب والغنم، حركه الغنم بتاعت يعقوب، دخلت يا بيه لقيت ما يقرب من 25 صفحه بيشرح فيها قوانين مندال، وهري بقى وكلام كتير وحشو، وفين بقى الرد في الاخر؟ مفيش رد. ده باختصار كمان، ده اللي ده كده باختصار. طيب انجيل توما ده اللي هو جايب سيرته، زي ما بقول لكم في حوالي 60% من اللي موجود في انجيل توما ده اللي هو كاتب ان هو ده ابوكريفي ورفضوه، اكتر حوالي 60% تقريبا منه نفس الكلام بالظبط اللي موجود في متى ومرقس ولوقا بالنص. طيب كان وحش ليه بقى؟ تقرا الملف بتاعه تعرف انه وحش ليه. وحش ليه؟ اصل الاباء قالوا انه وحش، طالما الاباء قالوا انه وحش. وفي حاجات مش منطقيه،
وكأن اللي موجود في سفر الرؤيا كله منطقي، فعشان كده احنا خدنا. اهم حاجه الاحساس يا شور، اهم حاجه الاحساس، يعني لازم تحس الانجيل، لو ما حسيتوش يبقى مش كويس. انا اللي هيجنني وعمال ببحث في الموضوع ده، الجماعه الغنوسيين كانوا موجودين في القرن الاول الميلادي، اعدادهم ضخمه جدا بالالاف على فكره، وعندهم اناجيلهم، واناجيلهم اتكتبت بنفس اللغه اليوناني وتم ترجمتها وانتشرت كل دول فجاه في ثانيه اختفوا تماما، مفيش واحد موجود. هل ده منطقي؟ هل ده طبيعي؟ ده موضوع اللي يستحق البحث بصراحه. مين يقول لنا الغنوسيين بالكميه دي كلها واناجيلهم اختفوا فجاه في ثواني؟ حصل ايه؟ اثناسيوس عمل لهم حاجه في مصر على فكره، كان في كميه ضخمه منهم، وكان اثناسيوس ثبت ال 27 سفر بتوع العهد الجديد، وتقدر تقول ان عمل زي حكايه عثمان كده، يعني ثبت نسخه وحرق كل المصاحف، حرق كل الاناجيل الغنوسيه، قال هم ال 27 دي وخلصت. لأجل بختنا الجميل أنا أشكر هذا الراهب من كل قلبي إنه خبى في زلعة الكتب دي، وإحنا بعد قرون اكتشفناها. أشكرك أيها الراهب حيثما رقدت إنك خبت لنا هذه الكنوز اللي فضحت تمام، لولاها كان زماننا دلوقتي متأكدين إن المسيحية كانت كلها حاجة واحدة من البداية. طيب نكمل بقى، اتفضل يا فندم. الابوكريفي والجزء السادس اللي هو نص انجيل توما الابوكريفي النص الكامل. وقدمت مراجعه جديده تاكد تاريخ بس القرن الثاني، معايير ليه الاباء رفضوه من البدايه وقالوا ان هو مصادر غنوسيه، فدي كتابات غنوسيه نعرفها كويس والعلماء درسوها تفصيلا وحددوا تاريخها، ومن قبل العلماء الاباء كانوا عارفين مصدرها وعشان كده عارفين من الاول ان هي مفروضه، وعلى طول اول ما كانوا بيحاولوا الغنوسيين ينشروها كانوا بيرد عليها. وهي الحقيقه بتبقى دليل قوي. شفت الاباء رفضوها ليه؟ لانها غنوسيه. طيب ما هو كان في اباء غنوسيين برضه، وكان في الاف وعندهم الاناجيل بتاعتهم، كان في فرقتين لكن فرقه انتصرت، الفرقه قالت لا دول وحشين ففرقه انتصرت، حاجه كده عامله زي الشيعة والسنه، لكن الاثنين انتصروا والاثنين فضلوا، لكن لو في واحده قدرت تبيد الثانيه وتقضي عليها كانت بقت هي الايمان الصحيح والثانيه بقت وحشه ولا. طيب وتوضح لك وتؤكد اسباب في الانجيل الاربعه عشان كده بتبقى مهمه تفاسيرها. يكمل ويقول مقول البرتيريان فين اسماء كتبت الاناجيل في هذه المقوله؟ وده حقيقه يكشف اكثر واكثر انه مش عارف يتكلم عليه. والسبب ايه؟ العلامه تفتريان من سنه 145 لسنه 220 والكلام ده تقريبا سنه 180 الى 200 له مقوله هامه عن الاربع اناجيل اللي بيقول تعالى الان يا متى الغمس في فضل الافضل استنبقت العام الخلاصه الى الكنائس الرسوليه حيث يعرش الرسول نزلوا شهرين في اماكنهم التي تقرا فيها كتاباتهم الاصليه حيث يربط الصوت ويمثل ذلك كل منهم مفرد. فالعلامه التفتريان ليه اكثر من 7000 اقتباس من الاربع اناجيل في اقتباساته. لكن ما اقتبسش من الكتابات الابوكريفيه بل كان بيرد عليها لما كان من الاباء المدافعين. فلما المشكك بقى يجي الكلام ده ما لهوش فاهم من الابوكريفيه مش فاهم ولا ليه اي خلفيه في البترولوجي مش كده بيقول الكلام ده. ولا ما بيقولوش اي دارس حتى لو ده مليون مسيحي. فزي ما قدم ابونا عبد المسيح بسيط استاذ النهوض الدفاعي نقلا عن كلام عالم الابائيات فليب شاف المتخصص هو المجموع ده في تجربه كلام العلامه تفتريان عن الاربع اناجيل بيقول العلامة التفتريان من قد تجنب من شمال افريقيا الذي قال عنه القديس جيروم انه يعتبر رائده للكتبه اللاتين عن صحه الوحي الاناجيل الاربعه، فكلام اللي بيقوله ده كان بيقوله في سياق كلامه عن الاربع اناجيل. ان كتاب العهد الانجيلي ده كلام من الرسل الذين اعينهم الرب لنفسه لنشر الانجيل بلا جانب. ثانيه واحده انا عندي كلام كتير عن التفتريان بس مش عايز اضيع دي. شايفين المدلس الثاني اللي هو بينقل عنه بيقول لك ترتريان اقتبس من كل اسفار العهد الجديد، الكذاب الغشاش بلاش كفايه دول عليه. العلامه ترتليان لم يقتبس نهائيا ولم يعترف برساله يعقوب، رساله بطرس الثانيه، رساله يوحنا الثانيه، رساله يوحنا الثالث. اتحداك انت والقمص اللي ذكرته وبتنقل عنه هات لي كلمه واحده قالها ترتليان من الاربع رسائل دول، يعقوب وبطرس الثانيه ويوحنا الثانيه ويوحنا الثالث. الكذاب اللي كاتب اقتبس من كل اسفار العهد الجديد، هذا كذب. عندي تعليق كبير على العلامه ترتليان، بس حد يقول لي ليه بيسموه العلامه ترتليان ومش قادرين يسموه القديس ترتليان؟ هقول لكم. اتفضل. الذين سحروا مع الرسل بعض الرسل يوحنا ومتى الذين غرس الايمان داخلنا، يعني مقوله قالها اثناء كلامه عن الاربع اناجيل من رسولين لوقا وبطرس الذين فمتى يوحنا التلميذين ولوقا وبطرس رسولين اثنين من ال 12 تلميذ واثنين من ال 70 رسول. ما
عشان كده اقتبس من كل اسفار العهد الجديد واستشهد باكثر من 7000 اقتباس، ويحط الريفرنس ابونا عند المسيح المسيح اللي بياخده من في شاف عالم الابيات. يكمل المشدد والحقيقه بيفكر ان هو بيقول حاجه ولكن مش عارف ان الكلام ده بيكشف اكتر واكتر. يقول لكم ايه؟ وفجاه تيرتليان كان مختلف عنهم في العقيده. وكمان ان انا يعني قدمت طريق غلط، هو من 145 درجه 145 ل 220، هو من 155 ل 240. الحقيقه اولا هو بنفسه من الويكيبيديا صفحه الاستشهاد بيها اللي بتقول انه العلامه تيرتليان كان كريستيان ابولوجيست، يعني مدافع مسيحي. هذه الصفحه الاستشهاد بيها بتقول لكم بيرل كريستيان ابولوجيست، ويقول لي شويه كتب مهمه. فاللي انا استشهدت بيه ده كتاباته المترجمه في موسوعه الابائيات لكتابات تيرتليان قبل ما ينحرف في بعض الافكار بتاعته. وعلى فكره انا اتكلمت على تاريخ العلامه التركيان في عده موضوعات قبل ما انحرف. طب انت يا كذاب، ثواني يا بوش، دي الطلعه دي بتاعتي، اصل الطلعه دي بتاعتي انا بقى. اولا هو عرض لنا الكلام التافه اللي قاله تيرتليان ده، اللي هو بيقول لك ايه روح عند عروش الرسل ومش عارف ايه. هو بيعرض الكلام ده عايز يوصل لنا منه ايه، او ايه اللي هو قاله في الحلقه؟ ان اهو تيرتليان بيقول لكم في اربع رجيل وروح عند عروش الرسل. قرينا المقطع، لا بيقول اربع رجيل ولا بيقول مين هم الرسل ولا بيقول مين هم كتاب الاربع رجيل ولا اي حاجه. هو جايب لنا دي كاثبات ان تيرتليان بيعترف بوجود اربع رجيل. لا، لما قرينا المقطع بتاعه ما فيهوش اي ذكر لاي حاجه، يقول لك المتشكك يروح عند عروش الرسل ويشوفهم. ايوه الرسل دول كام؟ ممكن يطلعوا 20 70 900. مين قال لك ان هو بيتكلم عن الاربع نجيل؟ هو ليه اقتباسات كتير. المقطع اللي انت عرضته ما فيهوش حاجه من الاقتباسات، انا بقضيك على اللي انت قدمته. ما تقعدش تقول انت جاهل في البترولوجي، البترولوجي بتقعد بس على جنب، اقعد على جنب دلوقتي. الحته اللي بعدها بقى، هو لما عرض الكلام ده فضل يتكلم عن تيرتليان وما قالش، وانا كشفته. فطلع قال لك بس هو الكلام ده قاله قبل ما ينحرف، بس بعد ما انحرف بقى خلاص بقى احنا مالناش دعوه بيه. انت مش بتستشهد بالراجل؟ الراجل طلع وقال لك الثالوث ده مش زي الثالوث بتاعكم. لا دلوقتي بقى وحش، ما نعرفوش، بس الحاجات اللي قالها قبل كده ماشي تبقى حلوه. بتنتقد سعادتك؟ انت بتعتمد على كلام الراجل ده؟ بيعتمد على كل حاجه او ما تعتمدش عليه؟ انما لا، هو هنا كان حلو بس هناك كان وحش، فهناخد الحته دي ونسيب الحته دي. وكده بقى العلامه مش القديس. اتفضل يا ابو زيد. يا استاذ بويس، يا استاذ بويس. طيب ليه يا جماعه بنسميه العلامه تيرتليان وما نقدرش نقول عليه القديس؟ لان زي ما قال دكتورنا الرائع جورج كده، الراجل كان حلو ومية مية وبعدين انحرف ومات على الايمان الخاطئ. خدوا بالكم، عكاد حتى لو حاول يوهمنا ان ما نعرفش تاب ولا لا نعرف جيدا ما تابش حضرتك. فاقتبس، فالراجل كتب لنا كتب حلوه واقتبس، بيقول لك 7000 اقتباس من العهد الجديد وكان رائع جميل. وبعدين فجاه الراجل اكتشف انه كان غلطان، فجاه الراجل اكتشف ان كل اللي كتبه قبل كده كعقيده غلط، واكتشف ده وصحح ده وابتدى يكتب كتابات بالموضوع ده. فطبعا اخواته القديسين اللي موجودين قال لك لا، ده انت تتوحش كده ليه؟ فهنحرمك بقى وهنطلعك. فهو كان حلو فناخد كتاباته ايام ما كان حلو ونستشهد بيها، لا واذا كان فيها مثلا عقيده ناخدها، لكن بعد ما بقى وحش نرفض بقى كتاباته بعد ما غير يعني. طيب دي واحدة، مش يمكن اكتشف انه كان غلطان؟ يعني هو كتب كتابات معينة، مش يمكن اكتشف انه هو كان غلطان وده الاكيد وصحح ومات على الايمان الصحيح؟ انت عارف يعني ايه موت على الايمان الغلط؟ يعني المفروض تلتليان ده في جهنم دلوقتي، وإلا يبقى العقيدة ملهاش دعوة بقى يعني. فده اللي انت بتطلع تاخد منه اقتباسات واخد منه عقيد، واحد مات على عقيدة غلط يبقى دخل جهنم. فانت عامله، فانت لا انت مش قادر تتخلى عن كتاباته ومش قادر طيب النقطه دي برضو مهمه جدا. تيرتليان ايام ما كان حلو بقى قبل ما يبقى وحش، يعني لم يعترف نهائي واكررها تاني برساله يعقوب، رساله بطرس الثانيه، رساله يوحنا الثانيه، رساله يوحنا الثالثه. 7000 اقتباس زي ما بيقول عبد المسيح بسيط، 7000 اقتباس، ما فيش اقتباس واحد من الاربع رسائل دول. رغم ايه بقى؟ رغم انه اتكلم في مواضيع كتيره
كان لازم يؤيدها بكلام من اللي موجود في يعقوب أو بطرس الثانية أو الرسائل يوحنا. طيب يعني فهنا بيخلينا نشوف إن واحد ترك العقيدة بتاعتك وفي نفس الوقت مش معترف بأربع كتب من 27 كتاب اللي انت مؤمن بيهم، وبرغم من كده حطوا علامة وبتستشهد بيه وتقول. فأنا من الغاية دلوقتي مش قادر أفهم إزاي ممكن ناخد كتابات واحد اكتشف إن هو كان غلطان وكان المفروض هو بنفسه يبيد هذه الكتب ومات على الإيمان المخالف، إزاي أنا ممكن أطلع أخد حاجة زي كده؟ أنا أفهم مثلا إن أغسطينوس كان راجل شرير وبعدين تاب وبعدين كتب كتب بعد التوبة فناخد منها، لكن مش قادر أفهم إزاي إن ترتليان اللي كان حلو وبعد بعد ما بقى وحش وبدأ يكتب كتابات وحشة واكتشف إنه غلطان فناخد من كتاباته الأولانية ونقول أهي أهي لا ونستشهد بيها ونعمل بيها يعني. طب ما هو الراجل قال لك بعد كده أنا كنت غلطان. طيب ده بالنسبة لترتليان يعني. نكمل يا دكتور. ماشي تفضل. ترتليان صاحب البدع الثاني وشرحت ان اغلب حياته كان مدافع مسيحي رائع، واللي بنستشهد بيه من كتاباته واقواله هي الفتره اللي كان فيها مدافع مسيحي قبل ما يسقط في نهايه حياته في بدعه المونتانيزم، لكن بقيه كتاباته صحيحه قبل ما يسقط في البدعه دي فيما عدا اللي يختص بهذه النقطه. فزي ما وضحت يمكن احتمال ان يكون تاب عن السقطه دي لكن احنا غير متاكدين، لكن الاقوال اللي بنستشهد بيها كتاباته قبل ما يسقط في هذه البدعه. بل حتى في حكايه التاريخ الاول ان انا كتاب وغلطان في التاريخ والكلام ده مختلف على التاريخ ما بين 220 و240، بل عشان اللي هتفهمهم اكتر واكتر يمكن مش عارف هو بيقول عن ايه او بيبقى مين، نفس الصفحه اللي استشهد بيها من الويكيبيديا امام حضراتكم تحت عنوان وفاته او عنوان حياته لايف قالت الكلام ده، قالت نصا انه يير 225 ده التاريخ اللي انا استشهد بيه على فكره، يعني قال على تاريخي غلط والصفحه الويكيبيديا اللي استشهد بيها ذكرت عدد التواريخ منهم التاريخ 225. ايه رايكم؟ يبقى من ترتليان ده كافر ولا يؤمن بالثالوث؟ طبعا ده غلط، وبرضه بيكشف نفسه اكتر واكتر من هو يوضح ان ما بيفهمش تاريخه خالص ولا ارتقاه. فبرتليان كان يؤمن باله واحد في ثالوث، ولكن في اواخر ايامه لما سقط في هذه البدعه اصبح يؤمن بالثالوث بطريقه غير دقيقه. كلام الموسوعه نفسها برضه اللي بيستشهد بيها قالت الكلام ده، لان ترتليان في بدايه حياته من الاوائل اللي استخدموا الكلمه اللاتينيه اللي هي ترينيتاس فيرست رايت اللاتين نون يوز ادورن ترينيتي اللي هو اللاتين ترينيتاس، لكلامه عن ايمانه بالثالوث. وهذا اللينك في الويكيبيديا من الصفحه اللي استشهد هو بيها. بل الجرسه اللي مشكل ما كملش كلام الموسوعه اللي هي بتقول انه قانون الايمان بتاعه ده اصلا من الاساسيات، قانون الايمان بتاعه قبل ما يسقط في البدعه دي من اساسيات كلمات مجمع نيل هذه نصا. فليه هو ما كملش كلام الموسوعه ولا بيستضحك كده ثلاثه سطرين وجايب من البيع علشان تنطق؟ يا اما هو مش فاهم. مين يا كذاب يا نصاب اللي ما بيستشهدش؟ مين يا كذاب؟ ده انا عرضت الفكره بتاعته بالتفصيل. اللي رجعوا للحلقه يا جدعان، عرضت فكرته عن الثالوث بالتفصيل، وعرضنا الفكره اللي هو اتكلم عليها عن الثالوث. قال هو فكره الثالوث بتاعه المسيحيه ان هم ثلاث اقانيم وكلهم متعادلين. هو كانت فكره الثالوث بتاعته ان في فاوندينج فادر او الكبير اللي هو الاب، وبعد كده في بقى ايه اقانيم اقل منه، ودي كانت فكرته وانا عرضتها بالتفصيل. يا كذاب انت راجل نصاب، واللي هو اصل هو ما بيفهمش في التاريخ الارتقاء. ده ايه تاريخ الارتقاء ده؟ انت هتقعد تقرفنا في عشتنا وتفتلنا؟ هتقعد تخترع لنا علوم على مزاجك؟ ايه تاريخ الارتقاط اللي انا ما بفهمش فيه؟ هو انا محتاج اروح اذاكر تاريخ الارتقاط عشان اعرف ان ترتليان الكنيسه قالت عليه ان هو موارطق بناء على الاقاويل الواضحه اللي هو قالها عن فهم وعن الثالوث؟ انت عامل لنا فيها علامه مثلا يا عم الدكتور في حاجه في شهادتي في المجال الطبي تماما، بس دي على جنب. اتفضل يا عندك تعليق يا استاذ شور ولا نكمل؟ يا عم ماشي يا عم، ده ساعه و12 دقيقه ماشي. طب لو جيت الكلام ده نصا نقول التعبير التالي ليه؟ انا اسف على التعبيرات الابتدائيه. نقول التالي لا مؤاخذه يا ابو كمال، عايز تقول لنا فلان اقتبس حاجه؟ ما قال علينا الاقتباس. ايه الارقام دي؟ وتبص تلاقي الارقام دي كلها متكرره. وبعد كده بعد شويه يقول عن اماتكس الارقام اللي عرفتها في النوع اللي هي ابو كباتن. دي حاجه حلوه على فكره، انا اتمنى ان حد يقول لي ابو كبات ان انا اطول مش عارف التاني. معلش يا شو بيه، خلينا نكمل لان الموضوع طويل لسه. فهم الابريات ليه؟ لانه الموسوعه الابريه لو ذكرت اسمها بوضوح وقلت اسم الموسوعه ات نايسين فاذرز، فات نايسين فاذرز لما ذكر اسمها دي معروفه،
هي اللي جهلت الدراسات دي، بل وضعت سالب الاباء اللي بقدم شواهد دراساتهم. كليمنتوس الروماني تلميذ التلاميذ، ماثياس وليكاربوس تلميذ يوحنا، ارناديوس تلميذ بطرس، برناباس وماثياس ويوستينوس الشهيد وايرينيوس تلميذ بلجابوس تلميذ يوحنا، وكل دول من نهايه القرن الاول وبدايه القرن الثاني. وفي معاده ايرينيوس دول تلاميذ للتلاميذ مباشره، يعني الجيل الثاني لتلاميذ المسيح. فالناس مش عارف بيتكلم على ايه، والحاجه اللي ما يفهمهاش يصرخ ويهاجمها. فلما حطيت هذه الشواهد وقالوا عنها ماتريكس بدون ما يفهموا ايه اللي بيتكلموا عنه، دي مش ماتريكس للاسف. بل هم من عرضوا كلامي وكانوا بيعرضوا الفيديو، وانا بقول لعالم الابليان فيليب شاف وانت نايسين فارس، فانا ذكرت المصدر. لكن عدم فهمهم للباترولوجيا او الباترولوجي او الابليان اللي ما عرفوش كلمه باترولوجيا فشرحها لهم بالعربي، وعمرهم ما فتحوا النصوص على الابليان. باترولوجيا احنا مش عارفينها فانت بتشرحها لنا بالعربي، ده انت نطقك للانجليزي يرثى له فعلا. ارحم نفسك حرام يعني، وارحمنا احنا كمان لما ما بلاش تقول اي كلمه بالانجليزي. نطقك صعب جدا، نطقك مضحك وصعب ومؤذي للاذن. ما فيش كلمه انجليزيه بتنطقها عدل. ففي الاخر انت اللي هتيجي تعلمنا كلمه باترولوجيا؟ انت بتتكلم على الانجليزي، امال انا اقول ايه على اليوناني؟ انا لو طلع اللي جوايا على اليوناني بتاعه، لو اطلع اللي جوايا على اليوناني بتاعه يا دكتورنا، ما علينا ما علينا. طب نكمل يا دكتور بعد اذنكم، الموضوع لسه طويل جدا. اتفضلوا يا فندم. تكرار الشاهد هو تكرار الاقتباس، يعني الاباء دول كلهم اقتبسوا من هذا الشاهد، او نفس الاب اقتبس اكثر من رساله نفس الشاهد في نفس القرن. وكل الشاهد من في الموسوعه تقدر توصله من الموسوعه عشان تلاقيه في الكتاب لاي اب. فشواهد الاب الفهدي مش ماتريكس زي ما ظنوا قالوا ضحكوا، لكن ده جزء من الموسوعه. ماتريكس هذا اللينك ميتر. علشان اساعدكم ده مبدئيا يعني، ومفيش حاجه تتكلمها يا سربيه، مفيش حاجه اسمها اسمنت. قدمت لنا شواهد، حطيت لنا شويه ارقام، بدل ما تحط كل الارقام دي كنت جبت الشاهد نفسه، جيب اربعه خمسه منهم واعرضهم عشان احنا نشوف الشاهد. انت حاطط لي كل الارقام دي، المفروض ان انا اعمل ايه يعني؟ اروح ادور على الارقام دي كلها؟ ده كده انت دليل. بدل ما تحط 19000 رقم، حط لنا يا عم رقمين ثلاثه وطلع الشاهد حطه لنا قدامنا نقراه بس. كان سهلت على نفسك وعلينا. انما حاطط لنا 17، هو ايه العدد في الليمون عند الجدع ده؟ احشي احشي كتير، مراجع، خده مراجع، ارقام كتيره ايه مراجع، خد بروح اقرا، وتروح تقرا وتضيع عمرك بقى في التفاهات دي، وتكتشف في الاخر ان هو يا مش فاهم الموضوع، يا ما قراهوش، يا بيفتي عليك، يا بياخد حته من حته من حته ويجري بيها ويقول لك اهو بيقولوا اهو، وتكتشف ان هم ما بيقولوش الكلام ده خالص، او بيقولوه كان تفسير نقدي. يا عم مره وهو بيرد على هشام بيتكلم، كان بيتكلم على التطور، جايب اسم واحده من العلماء وعمال يتكلم عليها كانها ذكر، كانها راجل، وطلعت في الاخر واحده. الراجل ده تايه تماما. اتفضل. طب نكمل. طيب نكمل بس ايه هو ذكر في اللغه يعني انثى يا دكتور انت؟ طب نكمل بعد اذنكم. اتفضلوا يا فندم. اتفضل. ABC أو قبل ما يهاجم حاجة في الأبيات لازم يكون عارف تنسين نسين بس نسين فارس. بل أساس علم الأبائيات رأقلال المطبع تعني شواهد الاقتباسات. فده للأسف باستمرار يظهر عدم معرفتهم بما بيهاجم بإيه، هما بيصرخ بس. قال أحدهم علم الأبائيات ده مليان شوية فضايح، يا نهار أسود. ده الواحد لو حاول يألف كتاب على علم الأبائيات ده ويشوف التضارب والتخبط والشتهمهم لبعض ولخبطتهم في بعض، وده يقتبس من ده وده. طب علم الأبائيات ده حضرتك لو حطيناه مقياس لمعرفة 27 سفر بتوع النهاردة، هنلاقي إن أباء رفضوا أسفار منه وأباء اقتبسوا، عمال يقول لك اقتبس اقتبس. طب يا إيه رأيك إن الأباء اقتبسوا من رسالة بولس ل كانت اسمها ايه؟ انا عايز اكون دقيق في الموضوع. انجيل العبرانيين، في حاجه اسمها انجيل العبرانيين اقتبس منه الاباء، واقتبس يعني في اباء كانوا في ناس رفضت تماما سفر الرؤيا، وفي ناس اقتبست من رؤيا بطرس واعترفت بيه. ادي علم الابائيات. علم الابائيات لو خدناه كله كتوتال مستحيل هنوصل ل 27 سفر بتوعك دول، مستحيل. اللي ثبت دول اثناسيوس، وزي ما شفنا كده ولع في كل حاجة تانية مخالفة بما فيها الفكر الغنوصي، ولولا حبيبنا الراهب إياه اللي خبلنا في الزلعة الحاجات كان زماننا تهنا. طيب أخطو طه من أيام الفراعنة أفضل من إنجيلك ويجب كلامه بخط إيديها وعليها مليون ألف دليل، مش 24 ألف سيريسي متأكد؟ يقول لك الراجل بيسر من ثم ممكن اللي قال الكلام ده يقدمني واحدة من المخطوطات الفرعونية بخط إيديهم
والمليون ألف دليل كتعبيره، بلاش مليون ألف دليل. طب ادوني ادوني بس اطلع طلع يا اخوان، اطلع طلع لو سمحت، اطلع طلع. انت بيقول لك دلوقتي مخطوطات الفراعنة، يا عم انا مش هديك دليل، انزل الاقصر واسوان واتفرج كده المعابد، واتفرج على الجداريات، انزل اي مقبره من المقابر اللي كشفت، وشوف المخطوطات وشوف الرسومات وشوف الحاجات اللي موجوده. مش هقول لك بقى ولا دليل ولا مش بخط ايديهم دي يا ياسر بيه، دي كانت بخط الخطاط، كانوا جايبين خطاط، ما كانتش بخط ايديهم، كانوا طابعينها طابعينها ولزينها على الحيطان. راجل تافه يعني، راجل تافه وجاهل فعلا. يعني سعادتك كل النقوش وكل الرسومات اللي الناس بتيجي تتصور جنبها والناس بتيجي تدريب، مش بخط ايديهم ده يا ياسر، لا لا مش بخط ايديهم، كانوا جايبين خطاط. المسلات يا فندم اللي ماليه العالم، اللي اتاخدت من عندنا دي على ورق مطبوعه، كان عاملها فوتوشوب، كانوا عاملينها فوتوشوب ولزقينها على الحيطان، مش بخط ايديهم. طب يعني ايه من واحد جاهل زي ده؟ طب يعني انت شككت في الموضوع؟ طب يعني حد يشكك في الفراعنه؟ ده الفراعنه لغايه دلوقتي الناس بتدرسهم لسه، يعني مش عارف. والجلده والجلده انا مش عارف ارد اقول ايه في النقطه دي بالذات يعني. يعني كمل يا استاذ. اتفضل. خليها 24,000 دولار بس عشان بدون اكتر من 24,000 انجيل. قدم لي اي مخطوطات او برديات فرعونيه بخط ايديهم وعليها 24,000 دولار. ما تعتبروش بقى ده حاجه، لا تعتبروا طلب بس. بس ما تتكلموش. يا فندم ما انا جبت لك اهو، يعني مش هجيب لك برديات، خد لك مسلتين ثلاثه حلو ونقنق فيهم على جنب. خد لك مسلتين ثلاثه ونقنق فيهم على جنب. طلعوا فوتوشوب، خد لك مسلتين ثلاثه. انزل المتحف المصري، خد لك بردك ساعتين ثلاثه حلوين. هو بيستهبل الناس برضو. هي ال 24,000 مخطوطه دي واحده، ب 24,000 مخطوطه، 24,000 مخطوطه كامله لل 27 صفر. انت بتضحك على مين؟ بتضحك على الناس ولا على روحك ولا ده؟ احنا المخطوطات دي اغلبها اصاقيص، زي ما احنا لسه شايفين المخطوطه اللي انا يعني اتكلمنا عليها. ايوه يا فندم، 10 طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت كام سنتي؟ ايه من هنا وايه من هنا. فال 24,000 اللي انت بتتكلم عليها دي نسخ كامله لل 27 صفر. ده شويه قصائص، قصوصه من هنا وقصوصه ده، بالكتير مثلا ربع من الرساله دي، جزء من الرساله دي. احيانا نلاقي حاجات واحيانا نلاقي واحيانا يعني. فهل انت عندك 27 صفر ليهم 24,000 مخطوطه؟ وبعدين 24,000 مخطوطه ده ايه؟ ده يوناني مع ترجمات، لكن اليوناني فقط حوالي 4,500 5,000 يوناني بس، واحنا يهمنا اليوناني اصلا. الترجمات دي ما يعني تيجي في المرحله اللي بعد كده. فهل عندك 5,000 مخطوطة كاملة للعهد الجديد كله باللغة اليونانية؟ مفيش حتى الكلام ده. طيب نكمل يا سيد الشور. مخطوطة الأكثر لعمل فرعوني واحد، أتمنى أنك تعتذر على الحاجات اللي بتروح بدون ما تفهم. واضح؟ صرنا نكمل في كسرة الشبهات يقولوا لي. طبعا يقولوا شبهات كتيرة قوي على قد ما يقدروا. أنا المشكلة في قصة السلب، ولا الناس حتى الشبهة مش عارفين يقولوها بطريقة صحيحة. اسمعوا بالظبط الشبهة قالوها إزاي عشان تعرفوا حتى الشبهات مش عارفين يقولوها. اسمعوا. لما انجيل يوحنا يقول ان المسيح اتصلب في عشاء الفصح، مش المسيح، مش يوحنا قال المسيح اتصلب قبل العيد. مش عارف اقول ايه، حتى الشبهات مش عارفين. لا عكس اللي بيقولوه يا عم انت غبي. هو انت عايزني اقول الكلام اللي انت حافظه ان انت بتعرف ترد عليه؟ يعني انت هتعلمني اقول، انت عايزني اقول نفس الكلام اللي انت متدرب ترد عليه؟ انت مجنون مثلا؟ انت عبيط؟ انت انا مش عارف اقول الشبهه. هو في حاجه اسمها شبهه؟ وانا رحت جبت كتاب الشبهات قعدت ذاكرته وجيت قلته لك، انت بتقول لي لا الشبهه دي غلط، راجع صفحة 3 تلاقي الشبهة مكتوبة صح. انت مجنون؟ انا مش عارف اقول ايه. اتفضل. هنكمل. كويس، دي شرحتها بالتفصيل في ملف الرد على اختلاف اين الثلاث اناجيل مع انجيل يوحنا في تطبيق عشان الفصح. ده موضوع طويل جدا شرحته بالادله التاريخيه والمراجع تفصيلا، ولكن باختصار شديد
برضه تاني ادله تفصيليه ومراجع برضه تاني لا مجال للمنيه وهطلع اوريك المستوى بتاعه عامل ازاي. غش وكسب لاقصى درجه. ناخد الحته دي يا شور وبعد كده هتنطلق. دي بالذات انا عندي فيها كلام. فرصة مساء كان سيدو مين؟ ليه؟ لأجل مشكلة حصلت معاهم في معرفة تاريخ عشاء الفسح. فاليهود اليهودية عندهم عشاء الفسح واحد في هذا التوقيت، أما اليهود الجليل عندهم عشاء الفسح. ويسمى عند اليهود مساء كان سيدو مين؟ أو حتى بيسمى بالعبري يوم توف شن. والاثنين متساويين تماما في القدسية والقيمة التاريخية والروحية عندهم. فبيتكلم عن الثلاث أناجيل اللي هو عشاء الفسح الأول، اللي أسس فيه الرب يسوع المسيح عشاء الفسح الأول الأساسي اللي هو السبب في خمس. اما الانجيل يوحنا بيتكلم عشان الفصح الثاني اللي هو اليهودي بتاع اليهوديه بتاع الهيكل وقت ذبح خروف الفصح في اورشليم. فللاسف هذا بيوضحوا اكثر عدم معرفه اللي فيه اجمل. يكملوا يقولوا نخش عقلامه انجيل متى السبت بعد الاستعداد الكلام. وملاك اللي دخل الحبل العسكري الروماني لما يقول لقاء اتباعه انا كنت في نقطه الحراسه وكنت سامع القلب بيصرخوا قوي. انا كنت عامل فيه بيقول لك اخذ فلوس ثانيه واحده قبل الملاك والحراسه. خلينا في الحكايه دي، انا عندي لها تعليق خاص. اتفضل يا فندم اتفضل. المشكله ايه يا جماعه؟ ماشي الفكره انه لا هات الكلام لانه مهم. هذا تحت امرك يا استاذ. هات المصيبه مش هات الكلام. دلوقتي عندنا شبهه او مشكله. ايه هي؟ انجيل يوحنا اللي هو اطلع على الاناجيل الثانيه مختلف تماما. ماشي بحسب لغته هو ان احنا عندنا عشائين للفصح، في عشائين للفصح، وبذلك حلنا الشبه. يبقى إذا إنجيل يوحنا بتكلم عن عشاء منهم والأناجيل التانية بتتكلم عن عشاء تاني وخلصت الشبه. كعادة حليل الشبهات لما تلاقي تناقض تحلها إزاي؟ دي حاجة مشهورة قوي. اسألنا أنا بقى، أنا كنت واحد من حليل الشبهات وفهم اللعبة دي. لما مثلا النص بيقول لك هنا موت وهناك ما بيقولش موت، طب نحل الشبهة إزاي؟ الموت نوعين، نوع روحي ونوع جسدي. يبقى اذا دي بتتكلم عن ده ودي بتتكلم عن ده. واخدين اتعلموا بقى فن حل البتاع بقى. ايوان هات لي كده اي حاجتين متناقضتين وانا احلها لك بالطريقه دي. انه ده هنا بيقول الشمس بتشرق وهنا الشمس بتغرب، ازاي يا عم هو ده مش تناقض؟ لا مش تناقض، لان شروق الشمس بمعنى شروق الرب عليك بمعنى روحي، فهنا خدها كده وهنا خدها كده. طيب لاجل بخته الاسود الأول أنا هشرح المشكلة دي وفكرتها إيه. المفروض أنه عندنا عيد الفصح عشاء واحد فقط لا غير، ومحدد بيوم محدد 14 نيسان. كويس؟ طيب اليهود اللي هم بعاد عن أورشليم، اليهود في السبي مثلا قاعدين في بابل، أو الناس اللي هم الجليليين، الناس دي كان عندهم مشكلة. المشكلة دي على فكرة نفس المشكلة بتاعت الإخوة المسلمين، فكرة إن إحنا مرتبطين بالأمر. فحنصوم رمضان، طيب حنصوم إمتى؟ تلاقي دولة بتصوم رمضان النهاردة والتانية ما بتصومش، وبعدين مرتبطين تاني في العيد بالأمر. ها شفتوه؟ لا ما شفناهوش. فنلاقي دولة بتفطر في رمضان والدولة التانية لسه صايمة. فزي التقويم القمري ما شغال مع الأصدقاء المسلمين، اليهود كده بقى. اليهود فكرتهم مرتبطة بالتقويم القمري، شفتوه يا جماعة ولا ما شفتوهوش؟ حسب الرؤية للقمر. فعشان كده طيب دلوقتي الناس اللي هي قاعدة بعيدة قوي قوي عن الهيكل وأورشليم، القمر عندهم غير القمر في أورشليم، اللي بيشوفوا دول ما بيشوفوش دول. طيب بالحل إيه؟ اخترعوا حل. ايه هو؟ يبقى نعمل عشائين للفصح. اهو بقى لو طلع 14 نيسان النهاردة يبقى كويس، لو طلع بكرة يبقى كويس، عملنا عشائين وده عندهم مقبول. وبالتالي صاحبنا حل الشبهة ازاي؟ يبقى اذا انجيل يوحنا هو اختار له عشاء منهم والاناجيل التانية بتتكلم على عشاء تاني، يبقى اذا اتحلت الشبهة كده. وزي ما كتب لك اهو باختصار شديد كالعادة، الذي لا يعرفه المشككون بعد الرجوع من السبي، الجليليين ويهود الشتات عندهم عشائين للفصح، عشاء أول وعشاء تاني. يبقى إذن إنجيل يوحنا اتكلم عن
واحد منهم والاراجيل الثانيه اتكلمت على الثاني وخلص الموضوع ده. وادي الملف بتاع ضعفه اللي حوالي 5000 صفحه وتايه في يمين وشمال وفوق وتحت، فبحيث انك انت تتوه تماما في ايه ده. والمهم بيثبت هذا في الاخر وخلص. طيب يعني عايز انقي الفاظ، يعني كذب، تدليس، غش. يا جماعه احدى طرق الغش هي ايه؟ ان اقول لك نص الحقيقه، واخد بالك؟ ده يعتبر كذب، نص الحقيقه كذب. يعني انا لما اطلع اقول لك انا عمري ما روحت امريكا، هنا بيدي معنى. لكن اكمل بالجمله واقول عمري ما روحت امريكا قبل سنه 2000، لا، المعنى هنا اختلف تماما. فده الاسلوب بتاعه. هوريكم ازاي ان الكلام ده غش وتدليس. ليه؟ لان موضوع العشائين ده كانوا بيعملوه يهود الشتات زي ما هو كاتب، واليهود الجليليين اللي هم بعيد قوي بعيد قوي عن اورشليم. لكن اليهود اللي موجودين في اورشليم، مين اللي قال لك انهم بيعملوا العشائين يا اسكى اخواتك؟ هنعمل العشائين ليه؟ متلخبطين فين؟ لا، ده احنا عندنا الشهود اللي شافوا القمر، واحنا قاعدين دلوقتي في اورشليم قدام الهيكل، الهيكل اهو اورشليم والقمر، فمحسوم 14 لسان امتى؟ فهنعمل ليه عشائين؟ شفتوا المصيبه اللي هو بيحاول يضحك عليه. احنا لو قاعدين في بيننا وبين اورشليم 1000 كيلو متر ولا كذا 1000 كيلو، متلخبطين في اليوم، فنعمل كده. برضو عشان الناس اللي بتحاول تفهمنا، عامله برضو زي الاصدقاء المسلمين. الناس المسلمين اللي في السويد يصوموا رمضان ازاي؟ الشمس بتطلع بالليل. يصوم 23 ساعة؟ لا، فيطلع المفتي يقول له صوم بحسب مكة، مكة من كام لكام، وصوم بناء عليه، مش تصوم لي 23 ساعة الشمس طالعة والقمر، يعني ده فوق طاقة البشر. اليهود كده برضو، احنا شغالين بأورشليم والهيكل وبحسب نطاق ده. طيب احنا دلوقتي يسوع والتلاميذ بتوعه وقضية الصليب واللي بيحصل قدام الهيكل مباشرة في أورشليم، يبقى يا كذاب يا مدلس، هيبقى ازاي في عشائين؟ فبحيث انه اليهود لما جم اتكلموا مع الوالي قالوا له على عشاء، ويسوع عمل عشاء تاني، عملوا عشائين ازاي؟ فهمتوا اخوانا العملية ماشية ازاي؟ فهمتوا القصة ماشية ازاي؟ في أورشليم مستحيل يعملوا العشائين. يوحنا قال ان الصلب يوم 14 نيسان، لكن الثلاث اناجيل الثانيه قالت ان الصلب كان في 15 نيسان. حل الشبهه بالنسبه له انه في عشائين. لا، الكلام ده مش الكلام ده ليهود الشتات، وهو هيطلع ياكد الكلام ده كذا مره. فانا محتار في الراجل، هل هو مش دريان ولا مغيب تماما، ولا عمال يعيدها ويزيدها ان موضوع العشائين دول ده اليهود الشتات، الناس البعيده خالص. لكن اللي قاعد في اورشليم هيعمل عشائين ازاي؟ قضيه الصليب واللي بتحكي عنه الاناجيل الاربعه، يبقى اذا لازم يكون عشاء واحد. اليوم الاضافي اللي بيعملوه ده لان احنا خارج ارض اسرائيل، بعيد عن اورشليم والهيكل. خدتوا بالكم الفكره ماشيه ازاي؟ فحتى المراجع انا دخلت في المراجع كاتبه الكلام ده بوضوح، انه في ويكيبيديا مثلا اللي هو ما بيحبهاش، طبعا انا حاولت اشوفها في الاهرام المصريه لان ده يعني اصدر مصداقيه، مع الاسف جريده الاهرام القوميه ما جابتوش، فحظي وحش. بيتكلم على اللي هو يوم توف شيني، هو كاتبها هنا، مش عارف كاتبها هنا ولا ايوه اهي، الناس شايفه لما يوم توف شيني، ارجو ان انا اكون منطقها صح. خد الجمله دي وخش ابحث وراها، هتفهم انه هو يوم واحد، عشاء واحد في اسرائيل في اورشليم قدام الهيكل، لكن يومين في الشتات، هنعمل عشائين في الشتات. فهو عشان يحل الشبهه بالطريقه العاديه، انه نص ده بيقول كده ونص ده بيقول كده، لا ده ما ده يقصد يمين وده يقصد شمال، لاجل بختك الاسود. الملف بتاعه بقى اللي هو حطه شارح ده بالتفصيل، واخد بالك؟ وعمال يعيد ويزيد فيها ان ده لليهود الشتات فقط، يهود الشتات فقط. طب ما تقول للروح، احنا بنبحث قضيه يسوع وصلبه واليهود قالوا ايه، وكل دول واقفين قدام الهيكل في قلب اورشليم، يعني لازم ولا بد وضروري انه يكون يوم واحد في اسرائيل، لكن يومين للفصح ده في الشتات.
شتات يعني اوروبا وامريكا ده عندهم يسمى عشاء الفصح التاني. فالاعمى مش دريان ان ده في دول العالم كلها ما عدا اورشليم مش قدام الهيكل، والقمر بنطلع اهو وشايفينه كويس. احنا صايمين بحسب مكة لان احنا في الشتات مش هنقدر نستحمل ده فنعمل كده. دول برضو كده الفصح بحسب الهيكل اللي في اورشليم. فاهمين يا اخوانا الفكرة؟ فاذا الاساس اللي باني عليه الموضوع ده كله ينهار تماما لانك باني على اساس كذبة. صليب يسوع في اورشليم، اذا كل تخريفك على ان في عشاءين تنهار تماما لان ده خاص بالشتات بره اورشليم، والجليليين كمان لان الجليل تعتبر بعيده عن اورشليم. طيب انا هنا السؤال، انا مالي بالجليل والشتات؟ فهمت يا اخوانا الحكايه وعدتها وزدتها كذا. قلب الهيكل يا استاذ فويس، احنا في قلب الهيكل اهو والقمر اهو واحنا موجودين اهو، احنا هنروح فين تاني؟ يبقى مستحيل يكونوا عملوا عشاءين، مستحيل في اورشليم يتعمل عشاءين، مستحيل. يبقى اذا يوحنا ذكر عشاء منهم والتانيين ذكرين عشاء تاني، ده لو قضيه الصلب كانت في سيدني في استراليا مثلا يعني. طيب يعني نكمل شويه ولا نكتفي بهذا القدر؟ احنا بقالنا ساعه وساعتين الا تلت، زي ما انتوا تحبوا. خد الطلعه اللي جايه دي ونقفل الموضوع ده عشان ده كده اختلافات الاناجيل. ماشي نكمل. انتوا مش عارفين تقروا الاعداد عشان تعرفوا معناها. الكتاب المقدس ما قالش انه عايز واحد يهودي حارس يهودي يروح يقول للرئيس بتاعه ده سرقوني وخلاص، لا بس مختلفه. الكتاب المقدس بيقول بوضوح انه في انجيل متى اصحاح 28 فاجتمعوا مع الشيوخ والبشاير واعطوا العسكر فتره كثيره قائلين قولوا ان تلاميذه اتوا الليله وسنقول نحن اياه. رئيس سمع ذلك عند الوالي، الوالي هيعمل فيكم ايه؟ هيقتلكم؟ لا احنا بالسلطان بتاعنا الشيوخ والرؤساء بتاعنا المتدبة فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. نستعطفه يعني احنا اللي هنخليكم ما بتصرخوش كتعبير. يعني نقول احنا يا رؤساء بتاعنا فعلا كانت عقل بالقاتل، وده معروف الكتاب وضح ازاي نجوا من عقول بالقاتل. فهو ليه ما كانش امين ويقرا الاحلام؟ يكمل ويقول مرقس يقول لك ايه؟ يقول لنا ايه؟ في ماده الملاك قال لهم تعالوا بصوا هو كان مالي. فالمرقس اتفق انهم مريتين ولكن الحجر متحرك لوحده ولا في سلسان ولا حاجه خالص ومحدش قال لهم ادخلوا. فهم اللي دخلوا ما لقوش الملاك بره زي المره الاولانيه ولقوا بقى في المكان المنظر ابيض كالبرق منظر شاب عادي. قالوا طبعا نبطئ في فيلم الكلام مرقس يبقى شيء. وده الموضوع ده اجت عنده تفصيلا في ملف هل كان موجود عند قبل المسيح ملاك ام سنين ام رجل ام لا احد. دي شرحتها بالتفصيل ورد دلوقتي باختصار ولكن رد التفصيل بالادله اولا ما قالش احد من المبشرين ان الملاك واحد فقط ولا زعل. لكن لو اشار احد المبشرين الى ملاك فمش معناه ان مفيش ملاك تاني. بل في ملاك له وظيفه بيشرحها المبشر بيتكلم عن وظيفته. وده التكميل اللي انا كنت قعدت بشرح فيه في الحلقه مع الاستاذ عبد. ده لا يلغي وجود اكيد الملائكة هو فقط لا يشير اليه. متى البشير لما اتكلم على الملاك الخارج اللي ضحك الحجر ده مش معناه ان مفيش معاه ملائكة اخرين ظهروا بعده. لكن ده تكرار الاسلوب في الاناجيل ان يتكلم على واحد يركز معاه. رؤوس البشير يتكلم على احد الملاكين داخل القبر وليس الملاك المجيب المنظر اللي ضحك الحجر ولم ينفي فقط انه في ملاك في الخارج لكن ركز على حاجه ثانيه. رؤى البشير ركز على الاثنين داخل القبر ولكن رؤى البشير يعود في عدد 24 كويس؟ اسف في عدد في اصحاح 24 عدد 23 يؤكد ان هم من عده ملائكه. الله ما هو بيغلط اهو ما هو بيغلط في الناس اهو 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 كيف جرؤت على هذه الخطيئه؟ لا 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 اذا انت طلعت بشر وممكن تغلط اخطاء نسخ زي اللي كانوا بينسخوا انه يا طيب نكمل يا دكتور. ماشي بيتكلم برضه على ملائكه ملائكين لكن اتاكد ان هم في عدد من الملائكه صح وكل واحد كان ليه دور. فتاكدنا انه لما مباشر يتكلم على ملاك او ملاكين في دور محدد ده مش بيرمي وجود الاخرين. فتاكدنا انه ظهر اكثر من ملاك، كل المبشرين تحدثوا عن ثلاث ملائكه، الاول اللي هو الملاك القوي المجيب المنظر خارج القبر اللي احمد الحجر. وده اللي اتكلم اولا، بعد كده الملاكين واحد عند راس المسيح مكان راس المسيح والثاني مكان قدمي المسيح في القبر اللي قام. واللي عند الراس هو اللي اتكلم المره الثانيه منظره مثل شاب. فده بيوضح شهاده التكليم وده اللي شرحته بالتفصيل وادله من الاعداد في الملف السابق وده التكليم اللي انا بقوله. ثانيا يصر المشككين على تجاهله فعلا تجاهله اللي انا قلته. استنى بقى نتكلم بقى عن الموضوع ده ونقفل بقى يعني بعد الموضوع. هو هنا بيفسر الاختلافات الواضحه اللي احنا قريناها، احنا ما اخترعناهاش من عند امنا يعني ما جبناهاش من الجراج. اختلافات واضحه في الاناجيل، واحد قال لك نزل ملاك من السماء دحرج الحجر وعمل زلزال وعمل هليله كبيره، والتاني قال لك ما كانش في حد خالص وهي رايحه عماله تضرب اخماس في اسداس ومين يا ترى يدحرج لنا الحجر، راحت لقيت الحجر متدحرج ودخلت لقيت ملاك واحد قاعد جوه، واحد تاني قال لك وقف بهم اتنين بثياب براق اتنين رجاله
طب ايه تفسير لهذه الاختلافات البشعه؟ قال لك لا، ما هو كل واحد منهم ركز مع واحد، يعني متى مسك ملاك وركز معاه، انا ماليش دعوه بالبعيد، ومرقص مسك الملاك اللي جوه وساب اللي بره، كل واحد منهم ركز مع واحد. انت عرفت منين؟ انت عرفت منين؟ انت كنت قاعد معاهم؟ انت متى جه حكى لك ان هو ركز مع ملاك وساب التانيين؟ يقول لك ده اختلاف تكميلي. يعني ايه اختلاف تكميلي؟ يعني واحد شاف الحادثه بس ركز مع جزء وساب التاني. ليه لا مؤاخذه ساب ركز مع جزء وساب التاني ليه؟ ليه؟ انت عرفت منين ان متى كان بيقول ان في ملاك بس هو كان عارف ان في ملاك تاني بس ما جابش سيرته؟ هو كان قاعد معاك على القهوه امبارح وحكى لك؟ انت عرفت منين؟ ولا ده تفسيرك انت؟ طب لما هو فاتيك وتفسيرك انت يبقى افتي ودع الاخرين يفتون. انت ما تعرفش، انت ما تعرفش الناس دي كان قصدها ايه، ما تعرفش هم شافوه ولا ما شافوش. هو كل واحد حكى لك جزء، كل واحد بيحكي لك قصه، انت مش عرفك ان هو عارف الباقيين بس ما رضيش مخبيهم مثلا، عملهم لنا مفاجاه. يعني متى كان عارف ان في ملاك جوه القبر بس عملها لنا مفاجاه، اتكلم مع اللي بره بس وساب اللي جوه ما رضيش يجيب سيرته؟ انت عبيط. ده كده رد، ده كده اعتمال ضيق وحطه في ملف تفصيلي من 735 الف صفحه بس هيقول لنا الاختصار في مجله لبنانيه على دلعونة، على دلعونة. هو ده اللي عنده، كل حاجه شرحها في ملف تفصيلي من مليون صفحه. ومنين الشرح؟ من وحي خياله، من وحي ابداعاته الشخصيه. مفيش اي علامه على الاطلاق تقول ان الجدع ده ركز مع جزء وساب الباقيين، مفيش. والقصص المتناقضه تماما، لان واحد بيحكي لك ان هم راحوا والملاك ده احرج الحجر، والتاني بيقول لك هم رايحين عاملين يفكروا مين اللي هيحرج لهم الحجر، راحوا ليه الحجر متدحرج؟ طب اذا كان في زلزال عظيم وبتاع ما حسوش بالزلزال وهم رايحين، ايه ايه يا ابو الكباتن؟ يعني حتى الوحي بتاعك والخيال مش عارف يسعفك تطلع من الازمه خالص. يعني اديك قعدت فتيت وهرتلت واستهبلت وفي الاخر برضه مش عارف تحكي القصه كويس، لان القصص مش متفقه مع بعضها. وحكايه بقى الحرس، انا ما قلتش ان هو حارس واحد على فكره، انا بقول الحرس دول لما عيل منهم يروح يقول للضابط بتاعه انا السنه نمت في نقطه الحراسه وجم سرقوا الجسم وانا نايم، قال لك رؤساء الكهنه هيستعطفوه ويخلوكم مطمئنين. لا يا شيخ والنبي، فعلا والكتاب بيقول كده بوضوح، ما يقول الكتاب، يعني الكتاب ده اللي كاتبه مين؟ مش هم شويه الحراميه؟ مش هم شويه الافاقين؟ مش هم اللي حاكين القصه؟ ما يقولوا اللي هم عايزينه. انا بقى ارجع للتاريخ الروماني واشوف هل في حاجه اسمها عسكري روماني في الجيش ينام ويجوا ناس يسرقوه؟ ومعلش استنى ابقى اجيب له الضابط بتاع رئيس الكهنه يقول له معلش والنبي خلي، يعني خلاص خليها علينا احنا المره دي. انت مجنون؟ انت عارف يعني ايه جيش؟ انت عارف يعني ايه عسكري في نوبه حراسه؟ وايه الفرق بين عسكري واحد و10؟ ما خايف في 15 عسكري قاعدين على القبر، ال 15 هيتعلقوا. انت عبيط؟ انت خلاص احنا نمنا ويجي رئيس الكهنه يقول له معلش والنبي خليه زي اخوك الصغير وخلاص الموضوع عدى عشان خد شويه فضه؟ يا عم روح اسال اي حد في دوله تعبانه، حتى بلاش دوله عظمى، دوله تعبانه فيها جيش عسكري نام فيها في نوبه الحراسه، ان شاء الله يجيب مين؟ ما حدش هيطلعه منها. بتتكلم عن ايه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ وبتهري عن ايه؟ وبتحكي في ايه؟ اي تفاهه واي كلام فاضي. الهدف ايه؟ ان احنا نخلي القصه دي، مع انك بقى لو قعدت انت، وده واجب ليكم انتوا يا جماعه اللي قاعدين بتتفرجوا علينا، اقعد كده في بيتكم طلع الاربع اناجيل، اقرا قصه القيامه من الاربع اناجيل وحاول تركب القصه بقى كلها. يعني مش هو بيقول لك كل واحد خد جانب معين، طيب انت خد الاربع جوانب وحاول تعمل لنا قصه مترتبه، بس الشرط ان انت ما تهملش فيها اي حادثه حصلت في الاربع اناجيل، وشوف دول هيركبوا على بعض ازاي. اتحداك، اتحدى التخين فيكم، هات الاربع اناجيل. وطالما هو الموضوع تكميلي، يعني لو جبنا بقى التكميل هيبقى زي الفازل كده، تجيب دي على دي فيركبوا ويعشقوا في بعض وتبقى قصه زي الفل ما فيهاش مشكله. هات الاربع اناجيل، حط الاربع قصص جنب بعض واعملها لنا قصه واحده. لو هي تكميليه القصه هتطلع زي الفل ما فيهاش غلطه. اعمل لنا انت بقى قصه واحده من الاربع اناجيل، الشرط انك ما تغفلش اي حدث حصل في الاربع اناجيل. اتحداك. اتفضل. طيب بعد الهوم وورك اللي احنا خدناها دكتور جورج، ليك تعقيب يا استاذ؟ ليا تعقيب، عايز اقول شهاده خاصه بي. دكتور جورج بيقول لك هات الاربع قصص بتوع القيامه في الاربع اناجيل وحاول تجمعهم.
صدقوني بامانه بقولها لكم بامانه جديد، انا اكتر من 30 سنه اكتر من 30 سنه بحاول اعمل اللي بيقول عليه جورج ده، وعاجز كل العجز. ده يعني مع ملاحظه ان انا في بحث ده متحيز، مش غير متحيز، لا متحيز لان القصص تبقى سليمه، ومتحيز للمسيح. يعني انا المفروض ابحث بحياديه، لا مش حياديه، انا متحيز تماما لان قصه القيامه صحيحه وسليمه، وحاطط الاربع اناجيل جنب بعض. الشرط الاساسي ما تسقطش انجيل منهم، هو ده الشرط الوحيد، وده اللي عمله غالي، وده اللي بيعمله الناس التانية. يقول لك اهيه متى بيكمل مرقس، اهو ده بيكمل ده، لكن لو جاب الاربعه مع بعض هيلاقي انهم بيضربوا في بعض. فدي شهادة يعني لله وللتاريخ. فأكتر من 30 سنة بحاول أعمل هذا الموضوع، وعجزت كل العجز. أنا نفسي مخرج عبقري يعمل لنا فيلم زي الأفلام العظيمة اللي اتعملت عن السيد المسيح وصالب، يعمل لنا فيلم بس عن القيامة فقط. يبتدي الفيلم من ساعة ما تم دحرجة الحجر على السيد المسيح، واخد بالك، يبتدي الفيلم من هنا لغاية يعني قصة القيامة، بس بشرط انه ما يسقطش انجيل واحد، ياخد الاربعه مع بعض. مستحيل. اتفرج كده اصلا على اناجيل اللي اتكلمت على المسيح، تلاقي مثلا الانجيل اللي هو بحسب يوحنا، الانجيل الشهير الثاني بحسب لوقا، عملوا الافلام دي، مستحيل تعرف تركب الافلام الاربعه مع بعض. طيب انا عايز بس اقول حاجه بالنسبه لحكايه الحراس والقيامه والولي يستعطفهم، هو بني حجته والحجه المسيحيه عموما على فكره انه معلش يعني احنا هنستعطف الوالي، نقول له معلش يعني دول بتوعنا وبتاع، هم صحيح رومان ومحتلينا وانتم مدينا بالجزمه واحنا كيهود محتلين، ما يعني بس معلش عشان خاطرنا يفوت لهم الموضوع ده، يعني رجاء محبه يعني بلاش تعاقبهم، ناموا يعني والختم الروماني انكسر والقانون يا اخي معلش عشان خاطرنا يكش يولع قيصر والختم الروماني والبتاع. طيب هو سؤال بسيط خالص ساذج، الوالي بنفسه يقدر يكسر القانون الروماني؟